المجيد الصيخان ضيف برنامج الليوان مع عبد الله السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله في الليوان الليله حكايه تماره في الليوان تتضح الحكايه ارحب بالشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركه تمارا الاستاذ عبد المجيد الصيخان حياك الله ابو خالد. الله يحييك وشهر عليك مبارك والمشاهدين يا رب. سعيدين بوجودك وانا اكثر شكرا لاستضافه. آه، احنا ما نقدر نتكلم عن قصه تمارا الا اذا تكلمنا عن قصه عبد المجيد السيخان، لانه عبد المجيد السيخان بشكل او باخر هو جزء اساسي من قصه تمارا. انا ودي ابدا هذه القصه من 2007. انت رحت أمريكا على انك تدرس هندسه كمبيوتر. عبد المجيد ما درس هندسه كمبيوتر او درس وهون و... وصف لي هذه الحاله من ما ابغى اقول توهام بس حاله التغيير اللي صارت لعبد المجيد في ذلك الوقت. فعلا كانت مرحله مهمه واثرت قرارات حياتي بشكل كبير. لكن ابي ارجع قبلها شوي لانه اعتقد يمكن من النقاط المهمه اللي صنعت شخصيتي طريقه تربيه الوالد. الوالد شخص عظيم ما قصر معي في اشياء كثير لكن بنفس الوقت اعطاني مساحه كبيره في اتخاذ القرار من صغر سني. فلما تخرجت من الثانوي كنت من دول الناس اللي لا زلت ماني عارف وين رايح لكن شايف انه العالم متجه باتجاه معين، فكان الكمبيوتر هو الاتجاه وقتها. فطلعت على امريكا على اساس انه هذه هذه الوجهه السليمه. لكن طبعا انت ما تعرف وقتها وش مع برنامج الابتعاث مع برنامج الابتعاث اللي غير جيل كامل كنت الحمد لله انا من المحظوظين فيه طلعت من اوائل الدفعات فلما رحت امريكا اكتشفت طبعا ذاتي كنت دائما بوحدي دائما قاعد اسال نفسي سؤال مهم هل انا في المكان السليم قاعد اشتغل على الشيء السليم وش الاشياء ليش انا اشتغل بالشيء هذا وليش مو هذا طبعا في ميزه في امريكا موضوع دراسه الاشياء الجانبيه فانت متخصص في في الكمبيوتر لكن تدرس اقتصاد تدرس تاريخ الى اخره فلما درست اقتصاد وشفت الانجذاب العالي له واكتشفت وقريت عن انه الموضوع مش تخصص الموضوع انك تكون متمكن من التخصص انك يعني تكون محب للتخصص فقررت اني اغير المجال واكتشفت انه مو انا اول واحد يعني كثيرين قبلي لما قريت وبحثت والصحيح انك انت اذا اخترت قرار يعني في في معلومه في الاقتصاد جميله ورائعه شو اسمها السنكوست او الـ او الـ او التكلفه الغارقه بمعنى اذا اتخذت قرار في حياتك او في مشروع معين ما تخليه يربط القرار اللي بعده بمعنى انت اتخذت قرار خاطئ تقعد فيه لانك اتخذت قرار فيه فهذيك المعلومه غيرت اشياء مم. كثير صرت اتخذت قرار وشفت ان القرار هذا مش سليم ما اخلي قراري في الماضي ياثر على قراري الحالي ايقاف الحاجة. الخساره مكسب ايقاف الخساره مكسب م. فكانت يعني رحله عن بحث عن الذات وغيرت من الهندسه الى الى الاقتصاد صحيح آه بعد ما رجعت للسعوديه يعني عملت في مكان ممتاز جدا يطمح فيه الكثيرين يعني واللي هو, هو البنك المركزي وفي قسم مهم اللي هو قسم الاستثمار بس ما طولت ست شهور يفاجئ عبد المجيد كل من يعمل معه انه يخرج من البنك طبعا البنك المركزي السعودي آه يعني آه مؤسسه مرموقه ومؤسسه آه صنعت اجيال اليوم قاعده آه تتسيد القطاع المالي وتاثر فيه وتطوره بشكل مباشر فكنت يعني انا وقت ما تخرجت كنت لا ابحث عن نفسي انا تخرجت بعدها بعد البكالوريوس كملت الماجستير في الاقتصاد واكتشفت اني انا ما ابغى اكون اكاديمي فحولت على الاستثمار ودخلت بالتالي البنك المركزي لكن لما دخلت البنك المركزي كنت لازلت يعني انا في طور الاستكشاف وهذا اللي انا ادعيه دائما اقول للشباب اللي انت في العشرينات انت قاعد تكشف ذاتك يعني لا يعني من اهم انواع الذكاء هو معرفه ذاتك بس برضو اسمح لنفسك انك تتعرف على ذاتك فانا اكتشفت في وقتها انه انا ميال كثير لحل المشاكل ابغى حل المشاكل اللي شايفها فلما دخلت البنك المركزي المكان رائع وقاعد اتعلم منه ما في مشاكل لكن في مشاكل في لا في في المكان اللي انا عايش فيه، في البلد اللي انا كنت عايش فيه، البلد لما رجعت يعني كان في فرص كبيره. طبعا كريادي اعمال دائما يقول لك المشكله تصنع فرصه. فانا لما رجعت كنت اناظر حولي شفت فرص ولا زلت اشوف فرص. فاتخذت القرار الجريء انه اترك الوظيفه في بدايه عمري واحط كل ما عندي من جهد ووقت ومال وسمعة وكل شيء في أني أنجح في مجال اللي هو بناء شركات من الصفر أنك تبني شيء من الـ من لا شيء فالبنك المركزي مش مش المش كان المشكلة بالعكس تعلمت منه كثير والـ والـ وأذكرهم بالخير الشباب كلهم اللي اشتغلت معاهم ناس أصدقاء وقريبين مني لكن شفت أن في فرصة كبيرة فقلت وفي جانب مهم من القراءة والاطلاع أنه لما تشوف فرصة التوقيت مهم فقلت انا لو اخرت عشان اقعد في مكان معين يمكن الفرصه تفوتني شوف في حدث مهم ونقطة تحول مهمة في حياة عبد المجيد اللي هي إصابة عبد المجيد بمرض السرطان. حدثني عن هذه المرحلة. شوف ما أبالغ إنه هذه المرحلة كانت نعمة متى جتك هي؟ جتني بعد الماجستير، جتني في نهاية 2014 بداية 2015 كنت لحظة التخرج في نشوة خلينا نقول الجاهزية لبداية هذه المرحلة من الحياة واكتشفت انه انا مصاب بالعقد في سرطان العقد اللمفاوية وانا كنت الحمد لله ولا زلت انسان ممارس للرياضة مواظب على صحتي يعني مثالي خلينا نقول اللي يمثل الصحة على الأقل لكن تفاجأت بـ 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 بورم في رقبتي ورحت وشيكت واكتشفت انه ورم سرطاني. في لحظتها كان زي ما تقول الصدمه اللي تهز الانسان. بس هذه الصدمه قعدت نص ساعه. واتذكر طلعت من عند غرفه الطبيب وكنت لحالي وانا احب اني اخذ الاشياء الكبيره الحالي فلما عرفت طلعت واخذت سيارتي ووصلت البيت كنت وقتها انا امارس هوايه الركض ولا زلت وكنت انا احس اني بصحه وعافيه فقررت اني البس شورتي والبس جزمتي الله يكرمك واطلع اركض لاني انا ابي اقول نفسي بوقتها اني انا ما فيني العافيه بغض النظر عن وش يدور داخل جسمي ذهنيتي قدرتي على التعامل مع ذاتي اني انا انا في اتم حال فكانت هذه بدايه التجربه اني انا طلعت مارست الرياضه في لحظتها وبعدين اخذت التجربه وبديت اعالج عالجت في امريكا. كانت من امتع ايام حياتي. امتع ايام حياتك؟ جميله كانت. لانه اكتشفت اكتشاف عظيم انه الانسان مهما كانت ظروفه يقدر يكون مرتاح داخليا. يعني بمعنى اخر وتكون جاهز انك تسلم امرك. يعني لما تكون بهذاك العمر وتصاب بشيء بهذا الحجم تقدر تقول ليش وانا وصار لي وتاخرت وحياتي و وممكن تروح وتقدر تقول وتعرف الحقيقه انك كل الامر بيد الله وتعيش كل يوم على ان اخر يوم. آه هذه اللحظه عيشتني هذه القدره اني انا اوصل لها، اليوم انا اعيش بهذه الطريقه ادعي على الاقل اني احاول اعيش بهذه الطريقه اني في اتخاذ القرار ما ما اكبر شيء اكبر من حجمه. فلما اخاطر يعني واحد يقول لي والله تركت وظيفتك طب بعدين وش بيصير؟ يعني على واحد من يعني شفت محاضرة يقول يعني انت بتخاطر انت بتخاطر بايش؟ انت بت انت بتحتموت يوم من الايام يعني النهايه مي بيدك يعني الحياه كلها الحياة مغام قصيرة مغامره مخاطرة إذا إذا, اذا 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 عندك القدره انك تفهم ذاتك وتغامر فهذه اللحظه او التجربه اكتشفت هذا الشيء فيني واكتشفتها في الحياه فساعدتني كثير في اتخاذ القرارات اللي اتخذتها بعدها. يعني استحضار الموت وتاثيره على القرار، اشرحها لي بالضبط. لانه شوف كثير من الناس بوجهه نظري على الاقل يعني انا لست متخصص لكن اللي قاعد اشوفه باللي حولي باللي معي انا انه استحضار انك انت راح تف ممكن تفقد اي شيء اي شيء هو مش فقط آه انك تفقد ذاتك بس ممكن تفقد اي شيء، ممكن تفقد مالك، ممكن تفقد عزيز عليك كنت تفقد اي شيء انت خارج السيطره هذا امر بيد الله لما تسلم امرك لله وتتوكل فعليا بمعنى التوكل عندك قدره اتخاذ قرار قويه وبالتالي عندك قدره نجاح لانه النجاح مو مرتبط ترى بذكاء فقط او بمعلومه او او كثير من الاحيان مرتبط باتخاذ قرار وبالتالي الواحد المفروض ما يوهم نفسه انه لازم اسيطر على كل لازم اسيطر حياتي على كل شيء ولازم مم امسك كل شيء ولازم ما سلم امرك سلم امرك لله وتوكل طبعا افعل الاسباب واحرص على صحتك واحرص على عملك واشتغل وكنت مبسوط يعني كل الفتره دي يعني فعلا جدا جدا واختي دك... الله يذكرها بالخير كانت معي ذيك الفتره اختي عهود ما قصرت وتعرف هذا الشيء زين انا كنت جدا مبسوط كنت اطلع وانبسط كان الدكاتره يقولوا لا تطلع تقعد مع الناس لانه ك... مع الكيموثيرابي بس انا اقول يعني اللي الله بيصير طمني عن وضعك الحين. لا الحمد لله مر عشر سنين تقريبا الحين على الامر. والامور زينه. لا الحمد لله الحمد, الحمد لله. ان شاء الله من صحه لصحه يا رب. امين للجميع يا رب. من حي النزهه في عام 2016 وتصحح لي بدأت قصه غريبه مع عبد المجيد. ثلاث دبابات شركه اسمها هبلي، ايش القصه؟ لما رجعت بعد التجربه هذه من امريكا توظفت في البنك المركزي مم. كان وقتها بداية الرؤية لكن المرأة ما كانت تسوق في في تلك الفترة مم. وبالتالي شفت فرصة كبيرة شفت ان جزء كبير من المجتمع يحتاج انه يعني يحتاج يجيب له اشياء انا يوم رجعت كل شوية اهلي جيب انا عشت ثمانية سنين في امريكا فكنت يعني الى حد كبير ما كان عندي هذا الاستشعار انه في كثير من الاشياء اللي لازم البنت او المراه تحتاجها وحتى الرجل <applause> اليوم بالوضع الحالي فشفت فرص كبيره كم عدد الناس هذول اللي عندهم القدره الماليه وشفت المحلات حولهم وشفت التليفون كلنا اليوم صار في وقتها 2016 بدا انتشار الايفون والاندرويد والاجهزه الذكيه فكانت فرصه انه كيف اربط الشخص هذا طالب الخدمه بمقدم الخدمه يوصلها من الحاره نفسها فقلت شريت رحت قلت يا جماعه انا يعني بديت اقرا طبعا وطلعت انه في هذه في في نماذج ناجحه في العالم اليوم الحمد لله نشوف شركات كبيره في السعوديه نجحت يعني, يعني هي زي فكره جاهز, جاهز و... ستيشن كنا بعدين الله يذكره بالخير غصاب المنديل مؤسس جاهز اتذكر هو وكان مكتبه في حي الواحه وانا في النزهه فلما بديت جاهم ال انا وزعت ورق في الحاره اي كتبت على الخدمه وصل لهم الورق، دق علي اتذكر ورحت اجتمعت معاه قال شلون توصل ب ريال؟ <applause> لان انا اوصل دبابات ذيك الايام كم عند <applause> ف... يعني كم عندك من من شخص يوصل؟ انا كنت اوصل انت أنا توصل انا اللي اوصل يعني كنت تسوق الدباب؟ انا كنت اسوق الدباب، سويت لي موقع بسيط و... واتذكر ال... يعني الوالده <applause> الله يذكرها بالخير يعني تقول لي يا يعني تاركنا ثمان سنين والأخير ترجع ماجستير أمريكا وتسوق دباب أي والله بعد دباب <applause> توصل لجيراننا <applause> على خمس تريل ف... فعليا شوف ال... يعني الفكرة كانت رائعة والطلب كان عالي وكان في يعني اللي في أهل النزهة يعني أتوقع يتذكرون هذا هذه الدبابات الحمراء كانت تلف الحارة كانت تجربة جميلة يعني صعبة جداً بس ما نجحت يعني التجربه ما نجحت انا لا ما نجحت التجربه وكانت صعبه جدا يعني انا اقول انها اصعب من تجربه السرطان لانه وهذه دائما اقول يعني ترى من صفر الواحد صعبه 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 فلا حد يؤمن فيك ولا انت مؤمن بذاتك 100% انت مشكك انت انت طبيعتك بتشكك طبيعي فكانت تجربه مم. لها دروس كبيره يعني تعلمت منها كثير ولكن خلالها دخلت في مجتمع رياده الاعمال وتعرفت على لأن حتى كنت في امريكا غايب فتره طويله عن البلد م. فلما تعرفت على كثير من الناس جت فرص اخرى. سامي الحلوه كان نقطه تحول بالنسبه لك. صحيح. وش اللي صار بينك وبين سامي في اللحظة سامي صديق وحي آه شخص رائع من من من, آه من انجح ريادي الاعمال في المملكه. سامي كان وقتها بدا في مجال مقاضي. آه وكان كنا كلنا تونا بادين. نعناع. نعناع. م. فبدا هو وانا بادي وتقابلنا في احد الايفنتات كنت انا اعرض قابل اعرض اعرض الخدمه ما ادري ما ادري تعرض انك ت... انك تسوي خدمه فمر مر علي وقعدت معاه وتقابلنا وكان قليل الشباب اللي في ذيك الفتره اللي يدخل دخول كامل يعني متميز ويحط جهده كله في مشروع يطلع من وظيفته فلما التقينا كان لحظه تعال خلينا نقعد خلينا نتعرف إيه فتعرفنا على بعض واتذكر سالته سؤال مهم جدا قلت له انت شلون اخذت فلوس يا اخوي؟ شلون اعطوك المستثمرين فلوس؟ اي انت كان عنده الصوات ما انت بقادر تجيب تمويل ها؟ انا ما قدرت اجيب تمويل، انا السبب إيه اصلا ان ما نجحت الشركه مش لانه الفكره مو ناجحه ولا قدرتي على التشغيل، بالعكس اليوم ما شاء الله الشركات اللي دخلت المجال هذا كلها شركات ضخمه لكن كانت الاشكاليه ما كان فيه ما في حد مقتنع يعطيك فلوس ما كان فيه <applause> ما كان في احد مقتله وما كان في فكره الاستثمار الجريء، مم يعني اصلا بشكل عام، يعني كان في استثمار تقليدي لكن غير جريء. يطلب انه ياخذ 70% من الشركه ويعطيك مبلغ بسيط. ما كان في المستثمرين الجريئين اللي اليوم ما شاء الله نشوفهم، طبعا عبد الله ترى يعني التحول اللي حصل في البلد وكلنا في كل المجالات، يعني هذا ما يخفى احد يعني، لكن بالذات في مجال رياده الاعمال. كمل لي قابلت سامي وقلت له يعني هالكلام. قال لي شوف السبب اللي انا حصلت فيه استثمار اني انا عندي شركات قبل هي زارة الدجاجة ولا البيضة قلت له أيه طب اوكي انا دي... قال انا عندي تجارة قبل والناس و... لما رحت اتكلم معاهم انا اسست وسويت وفعلت فبالتالي قد... رغبتهم او قدرتهم إنه يحطوا مبلغ معي اعلى قلت والله يا اخي كنا عرفت اللمبه اللي ت... اشتغلت أيه وكتش... اللمبه في الراس وقال لي والله ما تدخل معي قال خل شغلك تعال تعال معي تعال نشتري شركتك أيه. آه فعليا ما فيها حد شركتي كانت بداياتها و كم, دخلت شرا كم شراها؟ كم دخلها بالنسبه دخلت شريك في في في, في, شركه نعناع اه يعني انت صرت الشريك الرابع معه صرت الشريك الرابع في نعناع كم كانت نسبتك في نعناع؟ آه بدون ذكر النسب لاني والله ما اتذكرها والله لا لكن نسبه بسيطه يعني, يعني. لكن نسبه 10% وحدودها حولها او او, أو شيء فبس هذاك الوقت طبعا دخلت كشريك وبدات عملي مع الشباب هناك في وكان مجال مقارب للمجال اللي احنا وش, وش كان شغلتك معهم كنت المدير المالي وماسك الاستراتيجيه والامور الماليه م. فكان دوري اني طبعا مجال المقاضي مجال فيه تحديات كبيره من ناحيه طريقه تشغيله عالميا انك تحط المقاضي توصيل ما كان لها نموذج واضح في العالم فكان دوري اني انا ادرس واساعد الشركه انها تكتشف الطريقه المثاليه يصير نموذج عمل يصير في نموذج عمل ينجح ماليا وبالتالي المستثمرين يحطون فلوس في الشركه. بس في عز النمو حق نعناع احنا شفنا انه عبد المجيد يطلع ويتركهم ويروح يفكر في مشروع ثاني اللي هو مشروع تمارا. صحيح. ليش ما سويت ليش ما أنت الآن شغال في التطوير ليش ما سويت تمارة معاهم ليش سويتهم برا ليش تركتهم لأنه لما بديت طبعا أنا كنت وقتها أدرس موضوع التحول لمجال البقالات كنا بنافس البقالات البقالة اليوم طبعا ما شاء الله نعناع اليوم عندها بقالات كثير لكن وقتها ما كان عندنا بقالات كنا بن بن بنحول على البقالات فلما بديت أدرس الفكرة ونجهز لها كنت اشوف شو نقاط قوه البقاله، البقاله ما إن شاء الله موجوده بكل مكان فهي حولك مم هذه ننافسها ان شاء الله بالـ بالـ بالتوصيل السريع والى لكن كان عندها ميزه ثانيه اللي هي الدفتر. دفتر ايش؟ دفتر الدين. اي اللي تسجيل. يسجل. ايه. هذا الدفتر كان بالنسبه لي وقتها لحظه. وشلون قاعدين يقدمونه؟ واكتشفت ان كل البقالات يقدمونه. بداية إيه؟ أدرس الموضوع ويمكن هذه نقطة مرة مهمة ريادي الأعمال بوجهة نظري بطريقتي على الأقل ما يصنع المشكلة أو ما يبحث عن المشكلة بشكل مباشر هو يبحث ويطيح على مشكلة وبعدين يكتشف تفاصيلها فلما دخلت في تفاصيلها المشكلة هذه اكتشفت أن الدفتر هذا موجود في الحلاق موجود عند السباك موجود عند كل محلات الحارة اللي احنا نروح لها بالعاده. قلت لحظه الموضوع هذا ما هو بقاضي، وش السالفه؟ مو ب... المساله مو مساله بقاضي. فلما دخلت في الموضوع اكتشفت انه المساله متكون من جزئيتين، عندهم شيئين رئيسيين هم يشتركون فيه. عندهم بيانات العميل يعرفونه. يعرف بيته ويدله يعرفه مم. يعرف احسن من البنك، مم. انت رحت البنك ما يعرفك. يعرف اللي يقدر تعطيه من المعلومات وعدك اول ما يعرف اي شيء، يعرف راتبك ينزل يقفل عليه بس ما يعرفك لكن هذا البقال يعرفك المغسل يعرفك هذه هذه المعلومه الاولى المعلومه الثانيه كانت اتخاذ القرار كان عنده او صاحب البقاله قدره اتخاذ قرار صاحب المغسله اللي هو فعليا موجود يدري متى يوقف متى, متى يقول له مين اللي يسدده؟ من يعطي ايه؟ مين ما يعطي الى اخره هنا هنا النقطه لحظه هنا ما نقدر انت الدفتر هذا عشان كذا مو موجود في كل مكان، مو موجود في الشركات الكبرى لانه ما انت بداخل على شركه كبيره موظف فيها يعطيك الخدمه حتى لو عرفك. فلما بحثت زياده اكتشفت انه في مشكله عندنا في سوق في, 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 في البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام مع كامل الحب والتقدير لهم بالمنتجات الخاصه للعملاء هم في اواخر الركب من من وطريقتهم في التقديم. العميل في السعوديه ما كان عنده القدره انه يروح ياخذ المبالغ البسيطه هذه. انت اترك لي من تحليل الوضع، ابي انا تمارا بالضبط، انت شفت دفتر البقاله بعدين؟ بعدين يوم شفت الاشكاليه وبحثت السوق مم. بديت ابحث في السوق اكثر. أيه؟ يعني تعمقت في المشكله. تعمقت في لما درست الـ 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 السوق وشفت ان السوق موضوعه مو موضوع بقاله، الموضوع هذا اكبر بكثير من مساله مقاضي. و ونعناع كان تركيزها في المقاضي فسلمت آه اللي علي لفريق العمل، أعطينا حطينا نوتس او فتره تسليم وقلت لهم انا يا جماعه انا بطلع خلال الفتره القادمه وما قصروا طيب ليش ما اشتغلت آه تمارا مع مع حق جماعه نعناع؟ اشتغلت معاهم ك من برا، لان طبعا انا احنا نؤمن وهذه نقطه مره مهمه لريادة الاعمال نؤمن نؤمن بالتركيز راعي البالين ما, ما يمشي فهم ما راح يركزون عليها هم ما راح يركزون عليها ولأن ولا 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 عندك أنت أكثر حتى المستثمر ما يبغى يشوف أنت قاعد تسوي ألف شيء وشيء وتحاول هنا وتحاول هنا, وتحاول هنا وتحاول. أنت اضبط أول هنا بعدين رح تنافس البنوك وتنافس الشركات المالية فأنت طلعت وقررت تسوي دفتر البقالة فطلعت وسويت دفتر البقالة طبعا طلعت بعد يعني دراسة الفكرة وسويت ورقة بيضة كاملة تشرح الفكرة وتدرسها وقرأت وش قاعد يصير في العالم م. يعني ما ما استعجلت لا تأكدت أنه في فرصة كبيرة وتأكدت أنه وتعلمت كثير من الاسم من اللي اختاروا الاسم؟ الاسم أنا طويل العمر ما اخترته بنص ساعة شلون؟ هذا تعلمت تعلمت انه الاسم ما له اي قيمه في صناعه نجاح او فشل اي شركه ولا يلعبون عليك راعين التسويق اي لا تدفع لهم ولا ريال زعلهم حق لا لا يحبوني واحبهم <applause> طيب نسوق <applause> مع بعض اشياء ثانيه <applause> طيب بس الاسم لا يختارون لك اسم حقيقة الاسم <التسويق> ما, ما ما, الاسم ال يعني تعل لانك تعرف انت انا توني راجع وانا من النوع اللي احب اسال الخبره <applause> فضيعوا وقتي الله يهديهم الحقيقة أني اللي تعلمت ودرست وشفت العالم الشركات العظمى والبراندات الكبيرة أسماءها ما لها, ما لها أي قيمة خارج <applause> الشركة فكان أبل اللي هي <applause> شركة عظيمة تفاحة <applause> بالكمبيوترات <applause> تفاحة بالضبط فرحت قريت كنت لحظة شلون سماها تفاحة هل لها <applause> علاقة وأنا ما أدري طبعاً أمثلة كثيرة يعني الشركات حتى في السعودية الكبرى العظمى وغيرها يعني براندات ضخمه ارامكو مالها ارامكو براند عظيم الان لكن ارامكو كاسم ما له قيمه فبالتالي قلت لا تضيع وقتك لا احط نص ساعه ولا تكلم ولا احد ولا استشرت ولا انسان حتى <applause> قلت انا وش احب ايه فاكهه لها يعني علاقه يعني جيده معها يحبها ولها علاقه في البلد التمر طيب ليش ما سميتها تمر طيب لان التمر مو باسم سهل ومو بسهل النطق حتى عالميا لانه الطموح ان ان شاء الله هذه الشركه تكون تنطلق من هذا البلد بس تروح بعيد وتروح بعيد ان شاء الله فقلت ابغى ابغى اسم له علاقه بالتمر وموجود عندنا يا العرب وله وله معنى قديم تماره هو معنى بالاسماء القديمه المنتشره عند العرب وغير العرب فبالتالي ولها ولها دلاله عربيه على على التمر <applause> فقلت جميل مو منتشر ويمكن حتى يسال واحد يقول وش تمار وش دخل تمار ودفع عاجل ودفتر ما لها اي علاقه اي بس كذا يعني انت تحب التمر وحط فيه و <applause> وقلت ان شاء الله يمشي وقلت ونقطه مهمه التمر انا بوجهه نظري خروجه من هذه الصحراء اللي الحياه فيها صعبه بهاللذاذه بهالطعم له له جمال <تصفيق> <تصفيق> هو دائما النجاحات الصعبة يكون تكون جميلة اكثر, أكثر لذاذة بس ابي تشرح لي انتم كل الفكرة حقتكم تدخل في مفهوم عالمي اللي يقول لك اشتري الان وادفع لاحقا ابغاك تبسط لي هذا المفهوم وهذا نموذج العمل وش هي فكرة تمارا ومثيلاتها اشرحها لي ببساطة شوفي هي الدفتر افضل شرح وهو بسيط دفتر البقاله دفتر البقالة يعني تبا هي دفتر البقاله بس تقني نفسه صار في كل مكان الفرق انه بدال الدفتر ما يكون كل واحد عنده دفتره جمعنا الدفاتر هذه وحطيناها اونلاين صارت موجوده على قولتهم على السحاب واصبحت موجوده في كل مكان انت تروح له بدال ما الدفتر يصير عندك والله عند فلان دين وعند فلان دين وعند فلان دين صار دين دينك واحد ومنصه واحده توحد هذه العمليه هي المبالغ البسيطه تشتري شيء الان وتسدد خلال فتره وجيزه العاده ثلاثة شهور او اقل وهذا بدون فوائد بدون فوائد وهذا زي الدفتر بدون فوائد الدفتر بالضبط الى حد ما هذا هذا المفهوم المبسط يعني دفتر البقاله تقني يعني هذه الفكره بالضبط. تقريبا موجود في اكثر من مكان مو بس صار تدخل انت م. تشوف بدل ما تتسوق سواء لما تروح المتجر تتسوق في متاجر الاونلاين طيب شوف ش... تماركة خيار دفع انت الحين اقتنعت بالاسم واقتنعت بال بالفكره طيب ش... انت عشان تشوف انها دفت البقالة تبي تروح تدور انه هل احد طبقها قبلك ولا لا وهل هي نجحت برا ولا لا؟ صحيح وين بدات الرحله؟ طبعا الحمد لله احنا اليوم نعيش في عالم قريه أدخل الاونلاين تقدر تدرس العالم كله فدرست شفت شو السوق من استراليا لاوروبا لامريكا للصين للهند اشترى الان ودفع لاحقا مصدرها بالطريقه الحالية خرج من استراليا وبدت وانتشرت في استراليا مقوله ان استراليا هي بلد الدفع الاجل مقوله صحيحه ولا؟ صحيح هي هي اللي احتدمت فيها المنافسه وصنعت فيها بدايه الشركات هذه وخرجت منها اكبر شركه في الدفع الاجل اللي هي افتر بي وراحت حتى لامريكا وصار عليها حاله تخارج ضخمه أه فاشترى الان خرجت من الدراسة درست انا الشركات هذه وهذه نقطه مره مهمه انا دائما اذكرها للشباب اللي يبون يعني يشتغلون على اشياء رائعه وجديده على السوق احنا في نعمة انه شوي متاخرين صح؟ بالتالي انت عندك فرصة انك تشوف ايش صاير في العالم. كمل القصة. اللي شفت اللي في ايه فشفت اللي في اي فشفت اللي موجود وبنيت عليه الورقة البيضاء الوايت بيبر وبعدين بديت اسوي الاشياء لما عرفت ان الفكرة صح. خلاص الفكرة خلصنا منها هي. عرفنا ان الفكرة مهمة. انت اقتنعت بالفكرة ولقيت في احد مطبقها وناجح فيها برا وخاصة في استراليا. بالضبط فالان بديت هذه هي خلاص اقتنعت بالفكرة ومتاكد انها فكره رائعه والسوق يحتاجها هذا الان انا سويتها موجوده في السعوديه ولا ما كانت موجوده ما كانت موجوده بالطريقه اللي احنا نسويها امم كان موجوده طريقه التقسيط التقليديه اللي هي اللي لا لها ابي الصعوبة. ابي على هذا النموذج العالمي اللي هو اشتري الان وادفع لاحقا كان في بدايه يعني يوم بديت انا اشتغل وبديت خلاص يوم بنويت النية وبديت ها بدات تطلع, تطلع الشركات لانه سبحان الله اصلا يعني وهذه نقطه رائعه ستيف جوبز قالها في وصف رائع قال الشركات العظيمه في التقنيه تخلق في سايكلز لما تدخل لما تدخل دائره يعني كل التقنيه تمر بتقلبات يعني مراحل كل مرحله فيها بدايه في ناس يصنعون المرحله وفي ناس يركبون المرحله بدايتها فاللي يركب بدايتها اللي يصنع صعب ويبدا ويقعد ويحاول لين بعدين يجي واحد ياخذ يركب الموجه ويطير يركب جوجل ترى بدت مو باول سيرش كان قبله في ياهو وغيرها من الشركات الى اخره فلما بدينا كانت اوريدي في حركه لكن كانت بدايه السوق انا انت كل شوي تقول لي الوايت بيبر وش فيها الوايت بيبر دي كم صفحه وش اللي الوايت بيبر تقريبا زي دراسه جدوى زي, زي دراسه الجدوى زي دراسه الجدوى هي م -م. 40 صفحه آه، يعني تتكلم عن الفكره بشكل عام عن السوق عن النموذج العمل عن من هو العميل الى اخره من الاشياء. طيب انت بديت لحالك ولا جبت شركاء معك في البدايه؟ طبعا من الاشياء اللي تعلمتها انه اهم شيء في نجاح المشروع هو فريق العمل. مم. يعني الفكره كل إن يفكر. لذلك حتى الفكره بحد ذاتها في كثير شركات تبدا وتشوف حولك شركات بدات بنفس فكرتك. مم. مو مو صحيح ان الفكره هي الاساس الاساس هو فريق العمل فاهم شيء صار اني بديت اكون فريق العمل الاول و... واذكر شركائي بالخير آه تركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين آه لها قصه طريفه طبعا الحكايه يعني, يعني تركي صديق طفوله درسنا وياه لين السادس ابتدائي وبعدين افترقنا انا رحت مدرسه جديده واصبح يعني غريب واصبحت غريب عليه لكن سبحان الله السوشيال ميديا جمعنا لينكدين خلال فتره من الفترات و... وكلمني هو فتره كان ناوي يبدا مشروع فالتقينا صدفه في 2019 بعد سنين يمكن 20 سنه ما قد شفته فقعدت معاه وتعرفت عليه من جديد شفته والله الرجال ذيب م. هذا اللي دق عليه ل... ل... لجت الفكره الزينه فيوم جت الفكره فكرت من ادق عليه دقيت عليه والله ما يعني حتى العلاقه جدا بوقتها بسيطه فقلت له اسمع هذه الوايت بيبر تراني صامل وجاهز طبعا هذه نرجع سامي يوم يقول لي عندك تاريخ الحين صار, صار عندك شوي تاريخ الحين صار عندي شوي ايه تاريخ ايه انت, الحين انت الحين شريك انت وكذا ايه يعني يعني لك وجاهز ايه لو اني داق عليه وانا ما عندي شيء كمل لي كمل لي قصه فكلمته و وجاء وشاف الورقه البيضاء ودق علي بعد بيومين قال لي دن امن يعني قال لي معك معك وقلت له شوف ترى بشار التركي تترك وظيفتك وين كان يشتغلوا؟ كان يشتغل في لينكدن نفسها الشركه بس كان يعني ما شاء الله يعني تركي شخص مميز ورائع ومتمكن وكان دخله جدا عالي يعني كان بيدخل بي بينزل دخله على الاقل 70% قلت له ما في يا تنزل يا ما ينفع اي مع شغل وافق؟ قال ابد خلاص دن هذا هذا عبد المحسن؟ عبد المحسن قصه اطرف وقتها طبعا تركي كان في دبي انا في الرياض وعبد المحسن يوم بدينا نشتغل وتركي قررنا نحتاج شريك ثالث شفنا الشغل والسرعه اللي نحتاج شريك ثالث فكلمنا سالنا من عن طريق معارف قالوا في واحد شاب رائع قاعد يخلص الام بي اي حقته في لندن اسمه عبد المحسن بابطين والله ما تكلمونه يعرف تركي يعرف معرفه بسيطه قابله مره صديق اخوه فكلمت عبد المحسن اتذكر وقعدت اسولف له واقول له على الفكره فما اعرفه والله ولا يعرفني ولا 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 اعرف شكله حتى <applause> أيه قعدت اقول له انا شفته بس عرفت انه هو ما شاء الله خريج هندسه كهربائيه مرتبه الشرف من البترول اشتغل في شركه مرموقه زي بي سي جي قاعد يخلص يعني في ظواهر تدل على ان الرجل سمعته جيده تكلمت معه على طارئ السيطره ما تسيطر على الظروف انت تاخذ الشخص على ما هو عليه فامنا فيه وهو امن فينا ودخلنا مع بعض الثلاثه وكانت فعليا البدايه في بدايه 2020 بدينا نكون الفريق الهندسي اه يعني انتم قريب يعني 2020 هي بدايه تاسيس الشركة نعم اول اول ما بدينا كودينج على قولتهم بدينا في 20 بدايه 2020 وكان على يعني وحنا احنا عندنا شغلاتنا الثانيه وخرجنا من وظائفنا في جولاي كلنا تقريبا 2020 شهر سبعه وانطلقت تمارا في شهر 9 2020 عندكم قروش تمولون هذه الشغله تبي تمويل يعني اي والله هذه والله تبي تمويل <applause> طيب ومنين جبتوا قروش الحمد لله ان البلد اول تمويل لا 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 حتى اول تمويل اول تمويل له علاقه بالبلد ايوه لانه <applause> اللي لازم نذكر هذا الشيء اللي صار انا اقول لك انا شفتها بنفسي 2016 ماني لاقي ولا واحد يفهم استثمار جديد آه، السوق ما كان فيه ما كان فيه رغبه، ما كان فيه جاهزيه. ايه وفشلت الدبابات دي. وفشلت <applause> وفشلت مشاريع مو بالان انا متاكد كثيرين غيري فشلوا لانه ما كان فيه الجاهزيه. وش سويتوا 2020؟ 2020 -20 لما جيت اتكلم كلمنا 60 طبعا كان كورونا وقتها فكلم فاضي. اي فاي واحد تبيه يرد عليك. فقابلنا 60 مستثمر في اسبوعين. والله العظيم أننا نصبح ونقفل الليلة من مستثمر لمستثمر اتصالات كان وقتها على زوم. وكم أول رقم جاكم بديتوا فيه؟ بدينا استثمروا معنا ثلاثة مليون ريال أي. آه من تقريبا عشر مستثمرين رائعين وهذا كان في منتصف 2020 بعدها تركنا وظائفنا وتفرغنا وبعدين أغلقنا بعدين طبعا نرجع للمستثمر طبعا تمارا طريقه ونموذج العمل انا امول فبالتالي احتاج اني اخذ فلوس من احد عشان امول اي فمو بس اخذ راس مال لازم اشوف لي حل ثاني انا لازم اتدين طب هي بديني وانا ما عندي شيء ما عندي لا تاريخ كشركه ولا شيء فهذه كلها فيها جراه صراحه لكن شفت ان النموذج في العالم نجح اخذته 3 مليون وبعدين وبعدين رحنا المستثمرين اخرين بعدها بفتره كونا بدأ انطلقنا في سبتمبر 2020 اي وبدينا بدا يشتغل وشاف فيه على قولتهم حركه على على المنتج رحنا للمستثمرين مره ثانيه واخذنا تقريبا 22 مليون ريال مم. انت بديت اول شيء مع متجر سله صح مع سله سله هو منصه هو زد إيه؟ منصة عندهم متاجر عندهم متاجر بضغطة زر يطلعون معاك طبعا من أهم النقاط و... 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 وميزة تمارة التنافسية هو طريقة توزيع تمارة فلما ت... لما نطلع حنا ما يبغى لها شيء الموضوع بسيط حنا نطلع تضغط ضغطة زر تطلع تمارة عندك خاصة إذا أنت على أحد هذه المنصات فاشتغلنا ما قصر الشباب في, زد في سلة وزد كم عندهم متجر جابوا طبعا تدرجت بداية بدايه لا البداية والله ما البداية أتذكر أول أول متجر طلع معانا أبو ليان كان قعدنا أسبوع وما ما جانا ولا أحد، قعدنا أسبوع بهذا المتجر في البداية لأنه ما كان أحد يعرفنا، المتجر لازم هو يعرفنا قبل. أه فكنا لازم نسوق ونبيع في البداية. فأروح أتذكر رحت تقول تركي ابن حال وش جيب لنا ثانية هذا ما عنده أحد. ندق ونكتشف ونسأل أقول ورا ما جانا عملاء. اكتشفنا أن المتجر هذا صغير إلى درجة أنه ما جاء الموقع إلا سبع عملاء في ذاك في ذيك الفترة. فكنا في بدايتها لكن بعدها بدات بدينا نطلع مع متاجر وطلع معانا متجر نمشي م. في عمر صغير كانت الشركه وكانت نقله نوعيه للشركه. نمشي حلو. هو اللي سوى لكم الـ الـ طبعا انت لما تطلع مع براند وشركه بهالضخامه وهذا وخليني و... امسي على هادي بدري اللي كان رئيس مجلس اداره وقتها ايمانه فينا وشباب تونا بادين في هذه الفكره انه ياخذ المخاطره وانه يعطينا الفرصه هذه كانت لها اسباب كبيره فبدا بدت بدينا لما نتكلم مع تجار يسهل الامر ان نجيبهم. هي النقله الكبيره اللي صارت لما كاو جو وضخوا مبلغ كبير مره واستحوذوا على على جزء كبير من الشركه، هذه كانت في عام كم؟ كانت في نهايه في 21 بعد بدايه الشركه بشكل هم صار بينا تواصل معاهم يمكن احنا عمرنا ثلاث شهور فعليا يعني بنهايه 2020 -20 وتشيك شركه ضخمه بريطانيه في عالم المدفوعات فتواصلوا معنا وهم موجودين في المنطقه ويعرفون المنطقه زين وضخوا مبلغ ضخم كان مهم بالنسبه لنا كم ضخوا؟ ضخوا 110 مليون دولار اللي توافق تقريبا يعني فوق 400 مليون ريال فوق 400 مليون ريال من دين <applause> وراس مال أي في بعضها دين وبعضها راس, بعض رأس مال بعضها راس مال وبعضها دين والراس مال بمقابل ايش صار؟ استحوذ حصه استحوذوا على بعض الشركه كانوا معانا واستحوذوا على حصه بالشركه والغريب وانا اشوف الموظفين عندكم عندكم موظفين في المانيا وفي يعني في برلين وفي دبي وفي الرياض وفي القاهره وهذا متوقع بس عندكم موظفين في فيتنام ايش جاب فيتنام لكم العالم صغير صار ابو ليان او هذا هذا الميزه في العالم اليوم طبعا فيتنام الناس ترى ميم فيتنام هي النمر الاسيوي القادم فيتنام 100 مليون نسمه قريبه من 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 الصين عندها ثقافه عمل رائعه وعندهم الاي تي سيكتور هذا اللي معروف بالتطوير يشابه الهند لكن ما حد يعرفها يعني قليل الشركات اللي تروح لها الشركات الاسيويه تروح لها كثير الكوريين شو وداك لما؟ أه تعرفت على واحد فيتنامي رائع أه عن طريق الاونلاين يعني ما ما قد قابلته في حياتي يوم هو, هو كان في وقتها في المانيا تعرفنا على بعض لانه هو مهندس في مجال له علاقه فلما تكلمنا مع تكلمت معاه عشان اجيبه معي انضم معانا وبدينا وجاب ما قصر من معارفه ناس رائعين في فيتنام لانه يهمك انت برضو انك تحصل على مبرمجين رائعين بتكلفه قليله. طبعا احنا نشتغل على وقتهم على السحاب يعني ما ما عندنا مكاتب ذيك الايام انا ابو ليان ترى اتذكر الى اول مكتب صار لنا كان بعد ما اطلقنا الشركه بستة شهور او ثمانية شهور، اتذكر حتى واحد من المستثمرين يوم جاي يستثمر ب 22 مليون جاي الرياض دق علي قال وين مكتبكم؟ قلت والله ما ما عندنا ما عندنا على السحاب هذا اون ذا كلاود على <applause> الحين احنا على الارض ونبي نروح لشاشه الليوان فأستاذنكم ناخذ فاصل قصير انتظرونا لان شاشه الليوان هي ايضا تنتظركم. حياكم الله في شاشة الليوان جد ترحيب بضيفي عبد المجيد الصيخان أبو خالد في شاشة الليوان ما في مجموعة من المواد نستعرضها ونعلق عليها تبعا أذن تلي نعم لندن <صدق> streets are full of shoppers The recent pandemic lockdowns in the UK and other nations had a devastating effect on bricks and mortar retail. But, as consumers were forced to stay at home, online shopping surged, and that only accelerated the already growing popularity of Buy Now Pay Later, or BNPL. BNPL allows consumers to make purchases and pay for them over several instalments. Typically, that's across a couple of months, or they can delay payment. Normally for a month, so that they can try before they buy. If repayments are made on time, there's no interest charged. Lenders instead make money on the fees levied on retailers. For their part, merchants generally benefit from increased conversion rates and higher order values. BNPL fintech services have become seamlessly integrated into many online shopping platforms. They're especially popular with millennial and Gen Z consumers. In the US, clothing and furniture were particularly big sellers during the pandemic. عندنا ثلاث أطراف عندنا تمارا عندنا, عندنا المتاجر وعندنا العميل خلينا نبدأ بالمتاجر لأن أنا أبغى أفهم هذه الفكرة بشكل أوضح اشتري الآن وادفع لاحقا نموذج جديد قاعد يدخل على السوق يسلف الناس وفي مبالغ معينة بفهمها على واحدة واحدة مجموعة من الأسئلة بداية كتمارا كم عدد المتاجر اللي انتم تخدمونها اليوم؟ الحمد لله اليوم عندنا فوق 40 ألف متجر نخدمه في المملكه 40 ألف متجر والامارات السعوديه كم من ال 40 ألف؟ تشكل اكثر من 95% طيب الحين الفلوس الان انا عميل جاء اشترى هذا الكوب 100 ريال واخذته البيت ما دفعت شيء ه هذه الفكره اللي الموجودة موجوده. مين اللي يسدد ال للتاجر؟ انا اسدد ال ناقص اللي هي العموله اللي انا اخذها من التاجر. عموله مم. الدفع. يعني ال الفلوس انت اللي تسددها انا اسدد وبعدين تاخذها من العميل واخذ ال واخذ ال واخذ, ال وأخذ المخاطره وانتظر وأخذ... العميل يسدد لي. كم النسبه اللي تاخذها من المتجر؟ تتراوح ما بين يعني 4% إلى 7% تعتمد على حجم المتجر ونوع المتجر. متى توصل 4 ومتى توصل 7؟ بناء على حجم ونوع التجاره اللي هو فيها. إيه؟ يعني في 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 اذا يعني بعضهم هوامشهم قليله وحجمهم ضخم ننزل معاهم قدر المستطاع اللي اقل بناء على العرض والطلب. فهذا الكوب انت تعطيه من يا تعطيه 93 يا تعطيه 96 ريال. صح وتأخذ مئة ريال من العميل صح وربحك في هالاربعة سبعة في المئة صحيح انا فاهم صح كذا بمشي صح. معك على خطوة وخط عشان افهم صح التاجر شو يستفيد انه ينزل التاجر يستفيد انه شفتها انت بالفيديو اثبتوها يعني الان عالميًا في كل مكان انه العميل لما تعطيه خدمة بهالسلاسة بهالبساطة يزيد من قيمة التذكرة اللي يشتري يعني اذا كان يشتري مئة ممكن يشتري مئة واربعين من 120 ل 140، تزيد حجم التذكرة من 20 ل 40%. اوه يعني مبيعاته ترتفع من مبيعاته مع العميل اللي بيستخدم خدمة الدفع الآجل. يعني بيدفع كاش بيدفع 100 ريال، لكن ميتريال. اللي, اللي بيدفع آجل بيدفع 120 من إلى 140. نعم، لأنه بيقدر الآن يشتري الشيء اللي هو وده فيه بس بدون ما يضغط نفسه مالياً، بدون تكلفة. هذا الهدف، لأنه تعرف ترى الناس بعضها وكثير منها تجيها المشتريات هذه بس ما هي بمتكررة. احنا نرفع التذكره ثانيا في عملاء يسموها الارتفاع في التحول من متسوق الى عميل يعني بمعنى في ناس اللي يروحون يلفون يدخلون يشوفون ولا يشتري أي. انت تحط الخدمه هذه تزيد من احتماليه شراءه أنت ان تقدر تجيب له عملاء جدد واقدر اجيب له عملاء جدد طبعا هذه هذه اضافه ثالثه غير اني احول المتسوق اللي عنده الى عميل م. بسبب وجود الخدمه برضو بحكم عندنا عملاء اليوم ونذكرهم يعني اليوم عندنا اكثر من 11 مليون عميل يجون منصه تمارا ويبحثون عن عروض يبحثون عن متاجر فبالتالي احنا برضو نجيب عملاء للمتاجر يعني 30 الف متجر و11 الف متجر و11 مليون عميل نعم والعملاء ذولا انت تتكلم عن السعوديه ولا برا والسعوديه والامارات؟ السعوديه والامارات كم اللي في السعوديه؟ تقريبا 10 مليون منها سعوديه ومتى أه، تسدد للتاجر؟ تقريبا بشكل اسبوعي هذا المتوسط. في عملاء الناس يبونهم مو موجودين من ضمن آه المتاجر اللي تعامل معهم زي الخطوط مثلا. طبعا احنا زي ما ذكرت ابو ليان احنا عمرنا ثلاث سنين. مم. فبدينا كان في مشككين كثير وبعدين معارضين كثير. ف فكثير من الشركات كانت ما تعتقد انها بحاجه لهذا الشيء، اليوم اصبح العميل واضح انه يحتاجها، فاحنا الان قاعدين ننتشر ونطلع بكل مكان، يعني ان شاء الله خلال السنتين ثلاثه القادمه اتوقع بتلاقي تماره في الخطوط وفي كل اماكن البيع مهما كان هذا مكان البيع. بس انت تتكلم عن رقم كبير 10 مليون في السعوديه، يعني كم نسبه الزياده اللي قاعده تزيد عليكم او تزيد من العمر؟ احنا كان يسجل معانا في الربع الاخير هذا من السنه اللي فاتت تحول تقريبا 500 ألف عميل في الشهر طبعا هي طبيعي اكيد السوق ما راح يستمر بهذه الطريقه لانه السوق ما في هذا العدد لكن لا زال يعني 500 ألف في الشهر في الشهر يسجلون يعني في الربع ممكن يعني مليون ونص تتكلم عميل جديد عميل جديد يسجل م. وجزء منهم طبعا يستخدم جزء منهم ما يستخدم مو بكله ما اكتف يعني مو بكله فعال ما أكتف. م. م. كم الحد الاعلى للعميل تسلفوا الى حد رقم كم في الشهر؟ طبعا هو يعتمد من عميل للعميل. يعني احنا ما نعطي حد لكل العملاء. يعتمد من عميل للعميل، لكن الحد النظامي لشركات الدفع الاجل في السعوديه هو 5000 ريال. لما تقول نظامي يعني هذا قرار البنك المركزي ولا قرار, قرار؟ البنك المركزي. م. قرار القرار اليوم في قواعد مشكورين البنك المركزي اخرجوها وعملوا عليها فتره طويله بالتعاون مع القطاع وحدت القطاع على 5000 اليوم. 5000 لمده كم في المره الواحده ولا في الشهر ولا في قيمه التمويل للعميل آه. مهما كان عدد العمليات اذا سدد يرجع مرة إيه يرجع إيه إيه. وهل البنك المركزي او انتم تطالبون البنك المركزي انه يرفع هذا ولا خلاص ثابتين على 5000 ان شاء الله نقول ان شاء الله لكن اكيد انه في البنك المركزي عنده آآ يعني آآ رخص مختلفه مم. راح تعطينا قدره ان ن نرفع الحد التمويلي هذا للعميل حتى نتوسع في المتجاج. فتره السداد كم تتراوح هي على حسب احنا عندنا ثلاث منتجات لكن تقريبا خلال شهرين. لا الحد الاقصى للسداد كم؟ بالنسبه للقواعد عندك لين 12 شهر تقدر تعطي. وانتو؟ لا احنا ما نعطي اكثر من ست شهور. ليش؟ الآن. لان احنا ما نحط تكاليف على العميل. وغالب منتجاتنا اصلا ما نحط ست شهور، غالب المنتجات شهر على شهرين على على شهرين ثلاثه. م. لانه كل ما انا عشان اغطي التكلفه وال والامور اصلا كماليا تمشي لو اخذت هذه السبعه سته في المية وحطيتها على سنه ما تطلع الرياضيات ما تمشي هنا مم. لازم تقلل لان الفلوس تعتمد على الوقت لاني انا اتسلف انت بال 5000 ذي ما تقعد سنه تبي كل شوية أنا احاول الف آه. الفلوس بسرعه وهذا نموذج العمل ليش ترفض بعض العملاء؟ لان احنا حريصين ان ما نعطي العميل اللي ما يقدر يسدد يعني العميل وهذه نقطة مرة مهمة احنا ودنا نعطي كل حد اكيد، احنا نعطي واجد ما شاء الله، يعني يعني الناس تقول انتم تعطون اكثر من اللي المفروض، لكن احنا اليوم الحمد لله نسبة التعثر عندنا اقل من 1%. كم؟ اقل من 1%. بس؟ نعم. يعني, يعني في في شركات برا تكلمت عن 10% وفيها يعني. لا لا لا، احنا ومو بحنا بس، يعني حتى شركات الدفع الآجي بشكل عام في العالم قاعده تتطور في المنتج لانها قاعده تعرف عميلها بشكل جيد، انا غالب عملاء العملاء هذه عملائي انا اعرفهم زين زي زي الدفتر شفت الدفتر نرجع دفتر البقالة إيه؟ لو تروح <applause> له ترى والله ما عنده ذاك ترى ما عندهم نسب تعثر عاليه نسب تعثر عاليه ليش؟ يعرف عملاء زين فانت اقل من 1% إيه العملاء يعرفهم يعرفون اني ما العميل لما يروح البنك ياخذ قرض مره كل عشر سنين <applause> انا ياخذ مني كل شهر اكثر المبيعات عندك ايش؟ طبعا عندي الالكترونيات كبيره وعندي كل القطاعات عندي الملابس اليوم مثلا العيد الفتره الجي القادمه عندنا اليوم نمو عالي الشهر هذا لان الناس قاعده تشتري تحضر العيد الاثاث قسم الجمال والعطور للاعياد في فتره العياد واكثر شيء السيدات ولا الرجال هتتفاجئ انها النسب تقريبا متساويه مم عدد عملائنا 55% منهم نساء و45% منهم ذكور اليوم اول اتذكر اول ما بدينا كانت حول 70% نساء لكن الان اصبحنا في كل مكان والعميل السعودي بدا يعرف انه ترى والله يعني اذا استخدمته بطريقه ايجابيه وسيله رائعه <applause> انت الشريحه اللي تستهدفها اكثر مين اللي دخلهم يعتبر حنا غالبا دخل العملاء هو يتراوح لكن يختلف في على حسب العميل اللي عندنا عملاء دخلهم فوق 20000 لكن غالب عملاءنا دخلهم تحت 20000 ريال اقل من 20000 So, on the surface, the business model made sense, and with the boom of e-commerce during the pandemic, companies like Klarna, Afterpay and Affirm saw massive spikes in their valuation. I mean, in 2020, Afterpay was the best-performing company on the Australian stock market, growing its shares by over three hundred percent. If you'd invested ten thousand dollars when they went public back in 2016. By 2020, it would have been worth over 400 grand. And so, yeah, the business model looked good. But just because it looked good doesn't mean it actually worked. If you look up any Buy Now, Pay Later company today, you'll see that its share price absolutely tanked. I mean, these companies don't even make a profit. A firm, not profitable. Klana, not profitable. Afterpay, well, it was acquired, but it still hasn't turned a profit to emphasize how bad it's been here are a few headlines klan evaluation drops by 85% from over 45 billion to just 7 a firm cuts 19% of their workforce zip achieved record revenue yes still loses 240 million open pay collapses going into administration latitude pay to close it's a complete mess يعني هذا واحد من الناشطين في مجال الاقتصاد جيمس الكسندر كلامه مخيف يخوف مره انه هذا الشركات قاعده تخسر على مستوى العالم وتتكلم عن افتر بي على كلارنا يعني على اسماء ثقيله تعليقك شوف طبعا الفيديو قديم لانه لو لو شاف الارقام الحين بيقول كلام مختلف انت تتكلم على شيء يتعدى الدفع الاجل يعني الفتره هذيك فتره عشرين عشرين كل القطاع التقني والاستثمار الخاص يعني صار فيه حركات جنونية تتذكر الكريبت وغيرها من الأشياء التضخم أصبح في كل مكان كل الشركات تضخمت وكل الشركات بعدها نزلت نزول حاد كل القطاعات فالموضوع هذا ما يخص الباينوبيليتر بالعكس الباينوبيليتر الآن هي من الشركات الوحيدة اللي قاعده ترجع بشكل كبير وشكل قوي أه والسبب ان النموذج نموذج العمل نموذج رائع ان مساله الربحيه طبعا دائما تعرف الربحيه وبالذات في المنافسه العاليه ووجود راس المال انت دائما يكون عندك خيار يا يعني انك تربح الان وتخفف نموك او تضخ وتنمو بشكل كبير وتستحوذ على حصه سوقيه فالفترة هذيك 20 21 لا بس احنا نتكلم احنا 20. عن 2023 كلارنا خاسره فوق 240 مليون دولار يعني لا لا اي بس في 2023 نتكلم نعم صحيح بس لو تلاحظ التطور للارباح الشركة قاعدة ترجع للربحيه طبعا هي كانت ربحانة ترى قبل عام 2018 قاعدة ربحانة فترة طويلة افتر بي كانت ربحانة كلهم الزب كانت ربحانة الى اخره لكن بعد الضخ في 2020 الكل كان يحاول يحا يجيب قدر المستطاع اكبر حصه سوقيه فاليوم كلهم هذه الشركات قاعده تربح الى حد كبير كلارنا الان قاعده ترجع للربحيه كلارنا الان حتطرح في السوق الامريكي على تقريبا 20 مليار دولار 20 مليار دولار من اضخم الشركات في العالم الان وهذه شركه سويديه ترى يعني وكل الشركات هذه اليوم يعني انا اقول لك المخاطر اللي اللي تقلق مثل هذا النوع من الشركات في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول اللي طرحته عليك اللي هو فكره الربحيه وانه قد ممكن يكون في خسائر ضخمه آه اذا مشيتوا على نفس النموذج الموجود. وانتم تقريبا نفسين على نفس النموذج. انا يعني ابو ليان الاشكاليه في الكلام ترى في ناس كثير للاسف كم نسبه ارباحكم في 23؟ انتم. احنا ما ما نعلن ارقامنا بشكل م. الى الان لان احنا شركه ربحاني خاصه ولا انتم ربحانيه؟ احنا امورنا زينه ما بس ما نعلن عن ارقامنا الى الان آه ومستثمرين الحمد لله يعني عارفين بشكل جيد أرقام لا بس ربحانين رح... ولا خسرانين 23 ما ما نعلن احنا احنا شركه خاصه الى الان ولا اعلنا عن اي ارقام خاصه لكن بنفس الوقت انا اقول لك ان نموذج العمل نموذج قائم بشكل كبير في العالم وناجح والأرق... والشركات هذه اللي ذكرها هي كلها الان شركات آه... يا انها قريبه من الربحيه او الردي ربحانه طبعا النقطه والمهمه الشركات التقنيه بشكل عام مرت في ما يعرف بالببل او بالتضخم الغير آآ آآ جيد وخلى كثير من المؤسسين والاداريين يحرصون على استحواذ على حصص سوقيه وينسون ارتفاع وضع ارتفاع اسعار الفائده مثلا ضغط عليكم سلبي ولا ماله طبعا اكيد ارتفاع الفائده اكيد انه امر سلبي لكن احنا الحمد لله نموذج العمل متناسب مع ارتفاع نسبة الفائدة لأن احنا أصلا لما أسسنا وكنا نتسلف كنا نتسلف على نسب عالية جدا بحكم أن شركة جديدة يعني احنا أه. ما نتسلف زي الشركات الكبيرة القائمة يعني عندنا الآن بحكم تطورنا وقدرتنا على السداد قاعدين آه ناخذ نسب أفضل وأفضل وللتأكيد على جودة الاستثمار في المجال تعرف رأس المال آه اللي هو المستثمر عادة عنده جرأة لكن الجبان هو رأس المال الدين. التدين لو تاخذ دين من احد ما راح يعطيك احد الا عارف انك تقدر تسدد. احد اكبر الشركات في العالم في سوق في, في التدين هو جولدمان ساكس. وهو اكبر يعني من اكبر الشركات في العالم. ضخ في تماره اكثر من الان 500 مليون دولار. تقريبا حول مليارين ريال. ضخ في تماره. نعم في كدين. هو اللي قاعد يمولني اليوم. انا شلون امول ما شاء الله هذا العالم. فتتوقع والله كم الرقم بالضبط؟ حول المليارين تقريبا مم. يعني حول 500 مليون دولار الان آه و... وهذا النوع من الاستثمار ما يجي الا اذا متاكد هو الى حد كبير طبعا اكيد في مخاطر على. بس فلوس بترجع له مم. هذا الجزء الاول، الجزء الثاني اللي هو تعرف 2008 في النهايه اللي يعني الازمه العالميه اللي صارت كانت يعني هي ازمه ائتمانيه وازمه دين في صح قد يكون عندنا قلق انه قد هذا السلوك وهذا النوع من الشركات قد يودينا الى مخ... مخاوف من ازمه ديون قد تحدث. لا <applause> يا حليلنا وش حليلنا احنا صغيرين يا ابو لا هذيك أسواق اللي سوت الازمه اسواق ضخمه و... ومنتجات ديون استثماريه على شركات انشورنس uh وسوابس ومختلفه احنا انا اعطيك ارقام ترى الناس تضخم شوي بعض المرات من الامور. <applause> <applause> ايه الاستهلاك في السعوديه السنه اللي فاتت كان ما فوق تريليون و300 مليار ريال الدفع الاجل السنه اللي فاتت كامل كان 20 مليار تقريبا ريال يعني اقل من 1.5% 20 مليار 20 مليار ريال وكم حصتكم يعني من ال 20 مليار احنا تقريبا من نصفها او اعلى شوي كم كان تقريبا حول ال 10 فاصله شيء يعني تقريبا اكثر من 50% من من السوق الاجل انت تمارا صحيح المخاطر الثالثة آه انه عميل ما يدفع او ما يقدر يدفع. كيف كيف تتعامل مع هذا الخطر؟ انا جايب لك هذا ملف في المخاطر كلها. لا انا اعطيك <applause> انا اعطيك ال 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 الرقم اللي احنا تكلمنا فيه. طبعا احنا اولا وهذه ميزة انا قايلها للشباب في البنك المركزي ان شاء الله احنا احنا هن بنغير قطاع التمويل في السعودية راح نصنع فعليا المنتج اللي هو موجود في كل مكان في العالم، انك تقدر تعطي مبالغ بسيطه للعميل بدون ما يا في النهايه تسجنه ولا تقطع رزقه و... لا لا، اعرف من تمول. احنا ندرس ونعرف الممول فما مول اي احد، ان سالتني قلت ليش ما ت... في ناس ترفضهم؟ ارفضهم لاني ما اعطي اي احد. انا نسبه التعثر عندي اقل من 1%. هل في ناس تتعثر؟ في ناس تتعثر، وش اللي يصير لهم اللي يتعثرون؟ يتعثرون على مبالغ بسيطه ترى. هي 1% 1000 ريال بس حتى احنا نعطي مبالغ بسيطه 1000 ريال 500 ريال وين شو سبب بالتعثر هذا؟ 1% من التعثر بس علشان افهمك صح من عدد الـ الـ الناس ولا من قيمه التمويل؟ من قيمه التمويل من القيمه <تصفيق> <تصفيق> من قيمه فانا اللي يتعثر انا فقط ما اخدمه خلاص يعني يضر علاقته معي اكيد <applause> وبنفس الوقت يضر علاقته مع الممولين الاخرين لاني انا ارفع له السماء اليوم ايه سما سجل لك <applause> الائتمان اي ايه ترى تبي تروح انا اتذكر والله ناس يدقون علي يا, يا اخوي فكني سددت ابي اخذ قرض سكني خلاص ايش اسمي من شيل اسمي اسمك <applause> <applause> انا اقول الناس انتبهوا يعني سددوا عشان ما يضركم طيب في بعد اخر آه ودي أناقشك فيه وكان حديث لشريحه كبيره من الناس ودي انا اناقشك فيه ونتحدث مره ثانيه مثل هذه الشركات حيث الهيكلة صحيحة لأنهم يشترون هذه السلعة من المتجر أو من المحل ويبيعونها على العميل مقسطة لكن يرد الإشكال في شرط غرامة التأخير فبعض هذه الشركات عندها شرط غرامة التأخير إذا تأخر المشتري عن سداد القسط يحسب عليه غرامة التأخير ويذكرون أنهم يصرفونها في وجوه البر وهذا الشرط لا يجوز وصدر به قرار المجمع الفقهي الاسلامي ورابطه العالم الاسلامي بانه لا يجوز وان كان بعض العلماء المعاصرين يجيزه بشرط ان يدفع في في وجوه البر ولكن الاظهر انه لا يجوز وعلى ذلك فيكون محل الاشكال في الشراء عن طريق هذه الشركات هو في هذا الشرط في شرط غرامه التاخير فلو امكن ان هذه الشركات تعالج هذا الاشكال وتجعل يعني هذا البيع خاليه من هذا الشرط وتبحث عن وسيله اخرى لضمان حقها فان هذا سيكون فيه مساعده كبيره لكثير من الناس الذين لا يستطيعون يشتروا بالنقد وانما يشترون بالتقسيط عن طريق هذه الشركات لكن هذا الاشكال يعني هو اشكال منتشر وسايد عند كثير من هذه الشركات فيبقى هو محل الاشكال في هذه المساله يمكن البعد الشرعي أخذ يعني حظ كبير من التداول والنقاش هذا أحد التداعيات، لكن يمكن الأهم في هذه القصة جت من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمي والإفتاء، لما استفتيت عن نموذج العمل اللي موجود عندكم اللي هو تبيع بالتقسيط وعند تأخر المشتري ترفع عليه القيمة المتفق عليها سابقا، وتقول أن مبلغ الزيادة سوف يصرف في مشاريع الخير الرسمية. طبعا هل يجوز بعد دراسة اللجنة للاستفتاء جابت بأن الزيادة في الدين عن المدين عند عزي عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهليه ومحرم قطعا الى ان قال فلا يجوز المسلم التعامل مع المحلات التجاريه بعقود تشتمل على هذا الشرط في عقودها ولو علم من نفسه انه لن يتاخر في السداد ولو علم من نفسه انه لن يتاخر في السداد لان في التعامل معهم اقرارا لهم على امر محرم وقول منهم سيصرفون الزياده في مشاريع الخير الرسميه لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة هذه الفتوى كانت نقطة تحول في نموذج العمل اللي عندكم كنتوا تحطوا أنتوا رسوم على التأخير لما العميل هي قرض ما في فوائد لكن لما تتأخر عن السداد في غرامة عليك أو في رسوم تأخير بعد هذه الفتوى تمارا غيرت في القصة احكي لي ماذا حدث طبعا أبو ليان هذه نقطة محورية ومهمة جداً لكن من, من من دخلنا المجال وحنا حريصين تماما على أنه الخدمة اللي نقدمها تكون من الجانب الشرعي ما فيها أي شك لكن للأسف آه يمكن ما بذلت أنا شخصيا الجهد الكافي إني أروح لبعض من المشايخ المختلفين لكن إحنا رحنا لمدارس مختلفة طبعا اليوم انت زي ما انت عارف هناك آراء متعددة في موضوع التمويل الاسلامي وياليته وش اللي يعتبر محرم وش اللي يعتبر جائز فهناك مدارس فحنا رحنا الى شركه مرموقه ولها سمعتها تقدم خدمات للشركات الصغيره احنا شركه صغيره ما اقدر اروح انا الى مشايخ كبار في ذيك الفتره رحت, رحت الى شركه معروفه واسمها دار المراجعه هي شركة, شركه موجوده في البحرين لكن تتعامل مع مشايخ مسلمين من كل مكان في الارض ناس رائعين يخافون الله ويدرسون الامر بدقه ويراجعون خلف هذه الشركات ويشتغلون مع عده من الشركات. فرحنا لهم درسنا الموضوع مع بعض واعطونا الفتوى في تلك الفتره انه بالطريقه اللي احنا ننظمها كانت طريقه جائزه والامر كان يعني كنا دائما في تداول مستمر كيف نتاكد وكان كان اصلا دائما نقول حتى الاعضاء مجلس الاداره او الشركه انا ما يعني لو علي جلتها قبل امس لكن كان بنفس الوقت كان لازم يكون حط رادع للعميل يسدد بالوقت وشلون طيب وش الحل؟ انت الحين كنت تحطوا غرامه تاخير الفلوس دي ايش تسوون فيها؟ تحسون ارباح؟ لا, لا لا تودون وين تودونها؟ هذه تروح لوجه الخير طبعا احنا ما نعلن ولا يحق لنا نعلن بامر من الهيئه الشرعيه ان ما نعلن عن اي كيف طريقه التصرف لان ما ما لنا حق فيها آه وطبعا الجهه الشرعيه هي اللي تتم منها متابعة الأمر ودراسة الأمر كأي هيئة شرعية. لكن حصل اللي حصل وجاء جت الفتوى هذه، طبعا نقاط مهمة على الفتاوى. أولاً الله يجزاهم خير المشايخ، يعني حرصهم على أموال الناس، طريقة التعامل مع الشركات المالية، هذا أمر مهم. لكن كثير من السائلين الله يهديهم ما ما يحطون السؤال الصح، وهذه علي أنا، إني أنا ما رحت للمشايخ في وقتها وقلت لهم يا جماعة كيف طريقة أنك الخدمة؟ يعني مثلاً أنا ما أشتري البضاعة وأبيعها. يا السؤال احنا يقول السؤال السائل كان انه نشتري بضاعة نرجع نبيعها، احنا ما نشتري بضاعة ونبيعها، احنا نقرض قرض حسن لل... للعميل هي هي المشكلة في رسوم التأخير اي بس طريقة التعامل مهمة. م. فبعد ما خرجت الفتوى الشرعية ايش تغير عندكم؟ اتخذنا قرار مهم م. ورئيسي ان احنا ما نبغى يكون في اي شك، دام خرجت لانه كان في اراء مختلفة، لكن لما تخرج من هيئة كبار العلماء وتخرج ب أه المفتي ومشايخ كبار بشكل واضح وصريح ان هذا الامر محرم رحت لمجلس الاداره قلت لهم يا جماعه انا ما عندي استعداد اني اكمل في الامر لازم الان نشيل وترى كانت يعني امر حساس وكبير بالنسبه للشركه انها تغير نموذج عمل بهذه الطريقه لكن حرصنا كمجلس اداره وكشركه وكموظفين ان نقدم خدمه خاليه من الشبهات امر رئيسي وبشرك يعني الان احنا شغالين مع ان تكوين هيئه شرعيه في السعوديه راح نعلن عن اسماء المشايخ اوريدي احنا بينه وبينهم تواصل الشيخ سعد الختلان بين تواصل شخصي دائما يكون هو جزء من ما الى الان ما اعلن على الاسماء لكن ان شاء الله مشايخ فيهم الخير والبركه مننا وفينا وما قصروا مشايخ دار مراجعة لكن راح نكون احنا ان شاء الله هيئه شرعيه نعلن عنها قريبا باذن الله م. تتاكد من سلامه كل منتجاتنا سواء هذا المنتج ولا المنتجات الجايه ان شاء الله. يعني انتم ملتزمين ب آه السلامه الشرعيه لـ لـ لقادم الخدمه. 100% ولا طيب هل هل اللي بيصير فيه الرسوم هذه تبي تكون موجوده بس بطريقه ملتويه تحطوا شركه تحصيل ديون بعدين هو اللي ياخذ الرسوم وما ادري ايش ولا احنا الان ما عندنا اي رسوم. رسوم اداريه اليوم طيب. ما عندنا اي رسوم الان م. لكن هل ممكن احنا نضيف رسوم بطريقه لتعويض هذا الامر بطريقه شرعيه؟ ممكن، لكن ما راح احنا اليوم اذا عندنا القدره نقدم الخدمه بدون اي رسوم تاخير م. انا اوعدك ان شاء الله ما نحط اي رسوم تاخير. يعني بماذا تلتزمون امام عملائكم؟ بان يكون الامر شرعي 100% ما في اي شك. طيب آه فيه ماده اخرى ودي استعرضها معك. 170% نموا شهريا في اعمال الشركه منذ تاسيسها تمارا للتقنيه السعوديه تغلق جوله تمويليه بقيمه 100 مليون دولار بقياده بي اي اف تمارا السعوديه تستقطب استثمارات بقيمه 346.5 مليون دولار تمارا تحصل على تقييم 3.75 مليار ريال عن طريق استثمار فئه جيم بقيمه مليار فاصله ثلاثه أنت تحدثت قبل شوي عن أرقام مهمة، قلت 20 مليار ريال هذه هي نسبة الدفع بالخدمة اللي عندكم في الآجل، وإنه أنتم حصتكم تقريباً أكثر من 50%. في متوسط الفاتورة المشتريات كانت عام 21 تقريباً 1000 ريال. عام 22 ارتفعت إلى 1700 ريال، عام 23 كم وصلت تقريباً؟ عندك رقم؟ شوف هذه ارقام سامه شوي مختلفة عن الارقام اللي عندي، يعني احنا متوسطاً اللي عندنا التذكرة اقل. كم؟ احنا الان تقريبا حول أه 160 دولار يعني حول 700 ريال تقريبا. 160 دولار هذا متوسط هذا متوسط حق 23 اي امم انتم سويتوا اكثر من جولة استثمارية. انا أه اتكلم الجولات الاخيرة في واحدة فيها 100 أه مليون دولار. 375 ريال مليون ريال هذه كانت مع سنابل نعم. وبعدها مع البنك الأهلي كان رقم كبير كانت مليار و300 الأهلي كابيتل تصحح لي الأهلي كابيتل نعم هذول الاستثمارين هل هي ملكية ولا دين وكم نسبة هذه وكم نسبة هذه لا كلها ملكية هذه كلها ملكية كلها ملكية في الشركة <متس> الدين اللي هي قلنا هنا قلت لك جولدمان ساكس اللي هي 500 مليون اي هذه شركه تمويل هي اللي تمول هي اللي تمول اليوم اعمالنا لكن الشركات هذه استثمرت طبعا هذه سنابل قاده الجوله لكن دخلوا مستثمرين اخرين اس ان بي كابيتال قاده الجوله لكن هناك مستثمرين اخرين يعني من كلها مستثمر واحد اه مو مستثمر واحد لا لا هي عدد من المستثمرين اه يعني انتم معناته دخلتوا النادي الجديد النادي الملياري ولا ما دخلتوه الا دخلناه دخلناه ما حسيت بشيء والله هو هو <applause> هو نادي قبل <جامال> نادي بعد <applause> كم تبلغ القيمه السوقيه للشركه اليوم تقريبا ثلاثة مليار و750 وخمس مليون ريال يعني الشركه تبلغ مليار دولار مليار دولار قيمتها متى حتطرح في السوق لا والله ما في تاريخ محدد النيه موجوده خلال السنتين ثلاثه القادمه السوق السعودي سوق رائع وان شاء الله انه يعني نتطلع لهذا اليوم مم. اي سوق ناوي نمو ولا سوق الرئيسي لا اعتقد اعتقد تمارا ان شاء الله بيكون طرح تاريخي شلون اتمنى يعني بيكون ان شاء الله في مم. في السوق الرئيسي باذن الله اذا طرحنا يعني انا ما اعرف صراحه ما ما اوعدك بشيء تجي تقول لي ليش ما كنت انا ما عندي شيء الحين لا انت مره متحفظ انت بتقول اني احنا برب ما ندري احنا بربحانين ما ادري احنا ربحانين ولا خسرانين كم النسب يعني كم نسبة كم نسبه الملكيه من أعلم من أعلى ملكيه في, في في, تمار اليوم انا هذه هذه امور خاصه بالشركه انا ما اقدر اصرح فيها تعرف لأنها شركه خاصه هي. ما اقدر اقول والله من يملك وش يملك لكن اللي اكد لك ان في تنوع كبير في الملاك الحمد لله المل ال 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 الشركه خلفها يعني شركات ضخمه سنابل يعني احد اضخم شركات البي اي اف اس بي كابيتال هو اضخم آه شركه آه اداره اموال في السعوديه وفي المنطقه تشيك اوت دوت كوم كوتو شروق بنكل آه آه آه. عدد كثير ما ابي من شركائنا ويزعلون علي فشركائنا واجد ومؤمنين في تماره كثر وان شاء الله نزيدهم يعني الامل ان نزيدهم ونزيدهم بالطرح باذن الله تعالى ايش الارقام الاقتصاديه اللي عندك تخص هذا القطاع او تخص الشركه وحاب تطلعنا عليها؟ والله شوف انا اعتقد انه اليوم احنا لا زلنا في بدايه الطريق ابو ليان يعني زي ما ذكرت لك حجم الاستهلاك في السعوديه فقط تريليون و300 مليون احنا ما نشكل ولا واحد ونصف المية كقطاع ففرصه القطاع كبيره نعتقد ان قطاعنا قطاع الـ 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 التمويل الاستهلاكي بشكل عام في فرصه كبيره بيرتفع اتوقع, أتوقع في الى مثلا 20 30 ولا ما ادري كم السنه اللي عندك رقم تتوقع الى كم؟ صراحه يعني ما عندي رقم محدد لكن لو ارتفع نتكلم على خلال الخمسه سته سنين الجايه الى 5% هذه تتكلم على أن حجم السوق يوصل الى 100 مليار ريال م. آه وهذا منتج من منتجاتنا لكن اللي اكد لك اياه انه الارقام في السوق السعودي والطلب على منتجات مختلفه ماليه عالي جدا احنا ان شاء الله يعني قريبا راح بعد الحصول على الموافقه ان شاء الله من البنك المركزي راح نطرح منتجات جديده مختلفه منها ان شاء الله بتشوف بطاقه تماره بتكون بطاقه مختلفه عن باقي بطاقات الموجودة في السوق وراح نتنوع في المنتجات يعني تماره الدفع الاجل بالنسبه لها هو الكتب بالنسبه لامازون، بدات بالكتب وست... اه ورمت. عندك اشياء ثانيه نعم ان شاء الله اه ون... لا معناته ما دام عندك دي بفصفصها يعني أيه بسالها بركاته أيه جاتنا رسالتين واتساب احنا بالعاده ناخذ رساله واحده واتساب اتمنى خير <تصفيق> <تصفيق> بس مع مثلك <بعمتلك> انا يلا <applause> خلينا نشوف الرسالتين وتعلق لي على كل واحده الواحده، ال خلينا نشوف الرساله الاولى من وين جتنا مجيد من الناس اللي استمتعت بالعمل معاه والشخصيات الاستثنائيه اللي اشتغلت معاها وعشت معاها في حياتي. كان بحكم خلفيته الماليه وعملنا اليومي بنعناع دائما نتكلم عن مشاريع ناشئه وايش المشروع اللي مناسب واللي اكثر ربحيه وما الى ذلك وبحكم خلفيته الماليه كان عنده شغف في القطاع المالي لكن بنفس الوقت كان يعشق البخاري ودائما ما كان يقول اما باسس أنا بعد نعناع إما بأسس شركة مالية ولا مطعم بخاري. وبذيك الأيام كان عنده تعثر بالسداد الأكثر من بطاقة فيزا، وكان فعلياً يعاني كيف ممكن يسدد البطاقة وكيف ممكن فعلياً يحل المشكلة اللي مر فيها. وأعتقد من هنا جت فكرة تمارا وأسس تمارا عشان يحل مشاكل آلاف وملايين الناس اللي كانوا يعانوا من نظام البطاقات الائتمانية. أبو <applause> محمد اعطانا سرين، اول نعم. شيء نسف روايتك تقول انت من دفتر البقاله، الرجال يقول لا هذا اساسا مديون ومتبهذل من البطاقات الائتمانيه وقال ابي لي شيء ثاني نحلها غير البطاقات الائتمانيه والكريدت لا انا طبعا هذه <applause> هذه سالفه حلوه بس مو بالحقيقه حقت السبب، لكن حقت البخاري حقيقه. أتعطني وهذه حقت دي وبعدين يجي البخاري. إيه البخاري حقيقه، لا هذه لا هذه انا اقول لك انا اصلا وهذه من النقاط المهمه. انه لما تخاطر تراك بتدخل بديون وتراك بنت بقادر تسدد فقولتهم باب النجار مخلوع انا لو قدمت على تماره بعد ما سويت تماره كان رفضني السيستم <applause> 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 انت انت في القائمه السوداء بسبب كان رفضني بس ابشرك تحسنت الامور وسددت يعني الحين <applause> تسلف <applause> 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 اسلف بس واضح انك كنت تسلفت من سامي ما, ما قصر والله اه تسلفت قبل انا ما انا الناس اللي كثيره وقفت معي كان وضعك صعب واضح طبعا شوف انا انا ابو ليان يعني انا بديت من 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 على من بدايه البدايه إيه؟ فما خليت فرصه ما دقيت بابها و.. والبخاري كانت احد الفرص ترى هذه نقطه مهمه فعلا انت كنت ناوي تسوي انا جدا انا مؤمن لازلت لكن بنفس الوقت ليش انا قررت على تماره ما رحت البخاري؟ إيه؟ لان البخاري كنت بحل مشكله لي وشي؟ احب البخاري بشوفه بكل مكان ايه؟ ابي اكله ما دا دا عندي عشق خاص <applause> لكن تمارا انا اعتقد اذا تبي تبني شركه ضخمه ما تحل مشكله لك تروح تشوف وش مشكله الناس وش الناس تحتاج تمارا تمس الناس تلمس حياتهم بشكل يومي وهذا اللي يعني حمسني عليها اتوقع يجي يوم تفتح مع البخاري ولا خلاص؟ والله ممكن انا قاعد احاول اشوف لي من الشباب اللي شباب اللي بادين استثمر معه على الاقل. <applause> ايضا جتنا رساله واتساب ثانيه ودي أس اسمعها انا وياك ونتعلق عليها. حبيت مداخله صغيره من عندي. احنا كرواد مجال اشتري الان وتفاعل لاحقا، اعتقد ان المنافسه شريفه باي مجال تكنولوجي وخصوصا بمجال جديد مثل اشتري الان وادفع لاحقا تدفع بالابتكار وتطوير الصناعه بشكل ممتاز وهذا اكيد بيخدم مصلحه العميل حيث انه هذا بعزز التنافس ويخلق القيمه للعملاء. المجال ما زال ينمو وبدايته يجب على الشركات الناشئه ان تتحدى بعضها البعض لكن بنظره لمحايه المستهلك في الاولويه الاولى والالتزام بالمعايير اللي خلتنا نقدم شيء مختلف عن اللي كان موجود بالسوق من قبل البنوك نحن مثلا ملتزمون بالمعايير العالية للشفافية وعدم وضع رسوم خفية على العملاء تطلعاتنا للمستقبل رؤية تطورات هذه الصناعة حيث نخطط لتوسيع المنتجات وفتح خدمات جديدة لهم مما سيعزز تجربة المستهلك ويعزز من مكانتنا كرواد بهذا المجال تابي معروف <applause> يعني ابو ادم أه. حسام التحية لحسام عرب يعني هو نظيرك الرئيس والتنفيذي والمؤسس لشركة تابي انتوا شركة سعودية شركة اماراتية هو عنده شريك روسي اذا معلومتي ما هي غلط يقول لك دائما الحين الناس تربط تابي وتمارة تابي وتمارة تمارة صحيح وتابي. ويقول لك يجب ان تتحدى الشركات الناشئة بعضها البعض صحيح كيف تشوف انت شكل التحدي اللي بينكم انت ابي؟ رائع شوف آه في في طريقه الوصف البزنس اذا شفته بالطريقه هذه تستمتع هو زي اللعبه ايوه زي الجيم تلعب زي ما تلعب شطرنج زي ما تلعب اشياء ذكيه فيها فيها استراتيجيه وفيها تخطيط وفيها حركه وفيها موارد وفيها في فيها متعه اكثر من الفلوس الفلوس جيدة لا لا تخفى على احد بس فيها متعة لما تناظر المنافسة بهالطريقة. انا وحسام علاقتنا جيدة نتنافس بشكل كبير و وبيننا تنافس رائع وقاعدين الحمد لله يعني نغير قطاع ضخم بحجم القطاع المالي في المنطقة. هو رمى كلمة قال انا ترى ما عندي رسوم مخفية ما يعرفونها العملاء. ايه انت ايش تقول؟ انا اقول ودي والكلام الكلام صحيح بس هذا هذا للاسف الكل يعني يقدر يدعي هو انا اعتقد حسام يقصد ان بعض التجار يحطون رسوم وهذا حقيقه للاسف ان بعض التجار لا نبي احنا ما نحط احنا رسوم احنا نتكلم عن تابي وتمارا لا تطلعنا احنا ما نحط رسوم ما في رسوم, ما في رسوم لا احنا ابدا ما عندنا اي رسوم خفيه يعني يعني اذا كان عند اي شخص اثبات ان عندي رسوم خفيه مم. انا بستقيل واعطيه اسهمي واطلع <applause> من الشركه <applause> وين وجه الشبه وجه الفرق بين تابي وتمارا طبعا وجه الشبه انا اقول احنا زي بيبسي كولا نختلف لنا شخصياتنا المختلفه ونتشابه بشكل كبير يمكن واكثر اختلاف في الرؤيه وين احنا رايحين احنا تركيزنا بيكون على الفترة الجاية على القطاع المالي تطوير منتجات مالية مختلفة آه، كيف ان فعليا آه، نقدم للعميل ابعد ما يكون يعني خدمة الدفع الاجل تكون هي احد الخدمات البسيطة للعميل والتاجر. هل ممكن نشوف اندماج بين تابي وتمارا؟ والله كل شيء جاهز بس ما ابدا النية غير موجودة آه، تركيزنا على عملنا آه نؤمن بفرصة آه تمارا أنها تكون أحد أكبر وأهم الشركات في المنطقة والعالم إن شاء الله آه لكن كل شيء بيد الله الله أعلم بس النية ما في نية الحين لا نية أبدا التركيز كله التركيز كله على العميل وعلى التاجر كيف نعزز مبيعات التاجر وكيف نعطي العميل خدمة يستاهلها منافس يخوف آه آه أحترم أحترم منافسي جدا بس انا ما انا الخوف الخوف من الله ما اخاف من احد الا من الله ما تخاف من احد؟ لا ما اخاف من الله عبد الله جابر عنده شيء يخوف خلينا نشوف يلا الله يسلمه لا هنا خفت الحين عبد الله جابر عنده شيء يخوف خلينا نشوف شوف اللي وراه القرش الكبير السمك الصغار شوف القرش الكبير اللي جاي البنوك بس عود تراه ها عود ما يشوف زين ما يشوف زين <applause> هذا توه قاعد يكبر شوف المستصح شوف اللي قاعد يشوف في القطاع البنوك قاعده توجه لمثل هذه الخدمه تماما اشتر الان وادفع لاحقا ولا هي بنوك احنا نتكلم عن بروك بنوك تركز على قطاع الافراد الراجحي امور كبير عنده خدمه تقريبا هي نفس خدمتكم اسمها تسهيل وعنده اوقات اطول عنده يصل 12 شهر عنده, عنده اشياء تخوف يأكلكم؟ طلعكم من السوق والله اذا بياكلنا يعني بيدفع وياكلنا ما ادري هذه اذا قصدك بيشترينا ما ادري هذه ياكلنا انا فاهمه بياكلنا يطلعنا من السوق إيه لا اعتقد شوف البنوك في السعوديه أه لأسباب مختلفه تاخرت كثير في قطاع الريتيل او قطاع العملاء <applause> أه اليوم التنافس بدا يحد فيه لكن ترى المنتجات اللي يت راح يتم تطويرها خلال الفتره القادمه تونا احنا بدايتها والكعكه كبيره يعني البنوك حتكبر بس المنتجات حتزيد والكعكة حتكبر يعني اليوم أنت تخيل أنه أعطيك مثال نسبة أعطيك العمالة الأجنبية في الغالب ما عندها أصلا منتجات حقيقية للتمويل هذا يشك هذا 10 مليون إلى 15 مليون نسمة ما عندهم منتجات بنكية جيدة توهم يدخلون في العلاقة البنكية بسبب فرض الحكومه فكثير من المنتجات القطاع موظفين القطاع الخاص والفرص اللي ياخذونها تو البنوك ما لمستهم الشركات الصغيره والمتوسطه ترى ارقامنا مخجله لا بس هو هي الفكره وين؟ انه هو انت محتاج بنك يسلفك 500 مليون دولار وما يحتاج صحيح عندي. صحيح آه بس يعني هو يقدر يخفض من نسبة حقه لانه يعني هو يقدر ياخذ تمويل بدون ما ما يحتاج صحيح هو عنده المخاطر حقتك حقت 1% هي يقدر يتحكم فيها بشكل اكثر لان عنده عملاء يعني في النهايه هو مسيطر على الحساب اكثر منك درجه الانتشار عنده كبيره حتى التمويل انا لما شفت انا شفت انتم تشتغلون على ثلاثة شهور ست شهور يشتغل على 12 شهر في تسهيل مثلا صحيح كل هذه مؤشرات تقول هذا واحد يخوف خلينا نعطي المؤشرات اللي تدل على انه الشركات هذه في الغالب م. طبعا بنك عن بنك يفرق لكن انا بعطي العوام هذه البنوك ضخمه في مقابل انها تكون سريعه وتلحق وتنتج بطريقه بحيث انها تقدم الخدمه بالطريقه اللي احنا نقدمها وتنتشر بالانتشار السريع ترى مو امر سهل اليوم احنا عندنا اكثر من 40 الف متجر وعندنا نمو سريع جدا في عدد المتاجر هذول المتاجر اليوم عارفين ان الخدمه جيده ما راح يدرسون يشوفون خدمه جديده هم ما يعرفونها يعني اليوم البنك ما راح يطرح طريقه البنك التجار يعرفونها بشكل مباشر وجربوها وسمعوا عنها وشافوها، العميل تخيل انت لو الحين حطيت خلينا نفترض انك سو جيت سويت المنتج هذا وحطيته في اكثر من مكان. العميل بيشوف تماره وبيشوف تابي بيقول وش هاي الشركه الجديده؟ يعني انا بروح اسجل فيها وما راح الاقيها في كل مكان. لا ترى هذا في في علم نماذج الاعمال يسمونه النتورك كفكت او تاثير الشبكه، لما يكون عندك شبكه قويه دخول وبناء هذه الشبكه يصبح صعب جدا، هذا التوزيع اللي تكلمنا عنه اكثر من مره. و... ونفس الشيء ان اليوم عندنا البراند والاويرنس، الناس اصبحت تعرف تماره وتثق في تماره وتستخدم تماره، فلما تحط منتج جديد من هذا المنتج؟ فمو من السهل انك تخترق سوق اوريدي فيه اسماء كبيره وقاعدة تقدم منتجات مشابهه الا اذا انت بتسوي منتج مختلف طبعا على المده وهذه نقطه مره مهمه احنا ما نستهدف المدد الطويله اصلا يعني ما نعتقد انه المنتج اللي عليه الكلام هو المنتج اللي يعطي مده طويله لان احنا نستهدف التذاكر الصغيره في الغالب أه قبل شوي انت كنت تتحدث عن منتجات انت قاعد تقدمها ولشان كذا انا اجلت الحديث لانه يناسب في هذا الموضوع اكثر هل تمارا عندها نيه ان تتحول الى بنك رقمي؟ تقدم منتجات تمويليه ائتمانيه؟ شوف الـ الـ الاكيد ان احنا في اتجاه آه لتقديم كل ما يقدمه البنوك م. سواء كان عن طريق الحصول على آه رخصه البنك الرقمي آه او آه الى اخره من الطرق لتح لتقديم خدمات مختلفه. م. الاكيد ان تمارا في هذا الاتجاه. الاتجاه هذا احنا زي ما ذكرت لك احنا نعتقد ان عندنا القدره اليوم والاسم والسرعه والمنتجات اللي نقدر نعطيها العميل اللي اليوم العميل مو مخدوم فيها. يعني انت ناوي تحول يعني لو اعطاك رخصه البنك المركزي تروح بنك رقم؟ اه هذه لو أعطي اي احد بياخذها انت و... طموحك وين راح ان شاء الله هذه النيه انه راح نشوف يوم من الايام تمارا تحصل على على الرخصه آه لكن هذا مشوار طويل المساله انا خلينا نشوفكم عقب 20 سنه او يعني بالتاكيد وش تبي يعني خلينا نتخيل تمارا في المستقبل بالتاكيد وش, وش تمارة تصير؟ بتكون البنك الاول اوه ان شاء الله اذا ما انا سويت اذا تماره ما سوتها انا متاكد في شركات اخرى حتسويها الاكيد انه نموذج العمل المستقبل للبنوك راح يكون مختلف عن النموذج الحالي اللي يميز انا اتكلم على قطاع الريتيل بانكينج اللي يميز بنك عن بنك هو قدرته على التوزيع. انت عندك فروع اكثر في السابق، انت عندك عملاء اكثر. العميل بيروح للي يعرفه حوله. مين بيكون عنده قدره التوزيع للديجيتال ايرا او المرحله الرقميه اللي راح نعيشها خلال ال سنه القادمه؟ ما راح يكون عندك فروع اونلاين. هل بتروح تسوي دعايات دائما؟ السؤال مين بيكون موجود في كل مكان؟ بطريقه ذكيه ومختلفه انت قلبت الطاولة يعني انا قاعد اقول لك البنوك خطر عليك انت قاعد تقول لا انا اللي خطر على البنوك <applause> مو بس انا لا مو بس انا المستقبل خطر على اي شخص ما يتغير في في بنوك قاعده تتغير وهذا شخص وهذا شيء رائع واتوقع لهم مستقبل باهر وفي بنوك متاخره جدا يعني البنك حتى يعني قراره سهل يعني حتى لو ما تاخر يستحوذ على اي واحد جاهز ويكبر ويا بسرعه. ممكن لكن ال... ال... على قولتهم الكلام اسهل من الواقع لما تبدا تدخل في مجال معين وتبدا تحس انه تعرف انت في في شيء يسمونه الانيفيتر ديليما حتى بمعنى مشكله ال... المنتج الناجح م. لما يكون عندك منتج ناجح وقاعد يجيب لك ومريحك انك <applause> يعني تدخل منتج جديد يدوشك وما تشوف منه نتائج بسرعه وشيء مستقبلي يعطلك يخليك ما تعرف تتحرك فهل ممكن يتغيرون ويتركون اشياء مربحه اليوم ويتحولون بشكل كامل؟ كل شيء جايز طبعا في ناس راح يقدرون على التغيير لكن في ناس حيتاخرون. دخول ابل يعني حتى انا وانا اشوف قاعد اعد هذه الحلقه شفت انه حتى ابل قاعده تقدم نفس هذه الخدمه اشتري الان و وسدد لاحقا وعندهم ست اسابيع عندهم نموذج معين للتقسيط هذا النموذج ما يخوفكم او على الاقل يخفف من طموحكم في التوسع خارج البلاد آه طبعا دخول ابل دخول رائع شوف انت لما لما احد يدخل بهذا الحجم لسوق ذكرت تتذكر لما سالتني على كلارنا إيه؟ وشركات ذي وقلت لك جولدمان ساكس إيه؟ انا نسيت اقول لك وش رايك بابل هل تتوقع درسوا الموضوع واكتشفوا انه يقدرون يربحون ولا لا انا اتوقع درسوا الموضوع عندهم دولة زود قروش يعني <applause> يعني يرمونها <applause> وعندهم عندهم, <applause> عندهم عملاء وقائمة بيانات فهو عندهم يفكر أي أي يعني اذا عندك قدرة انك تعطي العميل <applause> بطريقة جيدة وتسترجع فلوسك اذا <applause> المنتج رائع دخول ابل هو رائع للقطاع هو يعزز من القطاع لكن القطاع هذا منظم اليوم ابل او قطاع المالي معروف انه مش قطاع سهل انك تنتشر فيه عالميا <applause> لانه منظم ويتطلب انك تسوي اعرف عميلك يتطلب انك تقدم على رخص في البلدان اللي انت تشتغل فيها يعني يتطلب انك انت تستثمر استثمار كبير في المنطقه هل ابل ممكن تسويها ممكن تسويها ب... ان طالع لل... للامارات واخذ حصه من السوق وين رايح غير الامارات احنا موجودين الان يعني بالكويت بشكل بسيط وباقي دول الخليج آه النيه ان ان شاء الله اذا آه شفنا الفرصه المناسبه في أماكن أخرى من من العالم راح ننطلق، لكن تركيزنا هو الآن م. بشكل قاطع على السعودية، على الإمارات، على الخليج بشكل كبير وهذا خلينا نقول هذه هذه منطقتنا. خروجها من خروجها من منطقة الخليج راح يكون بعد ما نكون هنا يعني في أتم عافية في المنطقة هذه. في سؤال كذا يعني يعني صراحة أو في معلومة كذا ما هي داخلة راسي. تمارا شركة سعودية تملكها شركة اجنبيه يملكها شركاء سعوديين المعلومه ايه. دي صح <تصفيق> صحيح ما هي داخله كيف كيف تمارا بدل ما يكونون يعني الملاك مباشره مسوين الشركه هنا مسوين شركه برا وتتملك هذه الشركه وشركه في حوسه ما, ما لها معنى صراحه صح شوف انا اعلمك هذه الحوسه ليش هذه الحوسه للاسف موجوده مش فقط في السعوديه، موجوده في كثير من الدول اللي الشباب بداوا يشتغلون على جلب استثمارات ل ما يسمى بالاستثمار الجريء. <applause> كثير من الدول مو فقط السعوديه انظمتها المستثمرين الجريئين مو مرتاحين فيها او مو متعودين عليها خاصه اللي جايينك من امريكا او من بريطانيا الى اخره. فيضطرون انهم يطلعون الى جزر خاصه هي جزر تعرف إنك تسوي فيها شركات فعليا فقط شركات انت وين, وين سويناها في الكيمن وهذه كيمن هي ش ش ش منطقه في البهامز في ما اعرفها ولا قد رحت لها انت وتركي وعبد المحسن انا وتركي وعبد المحسن سويتوا شركه هناك سهل هو الامر بسيط يعني وبعدين الشركه وبعدين نجيب المستثمرين فيها لان تقدر تسوي فيها اتفاقيه شركه بطريقه معينه تقدر تنظم بطريقه معينه وهنا النظام ما يسمح لك وقت الطريقه اللي احنا ننظم فيها اتفاقيه الشركه ما كانت موجوده ولا هي ولا هي مسموحه هناك يسمونها الانجلش لا او م. النظام الانجليزي واللي الاستثمارات العالميه من نوع هذا حتى الاستثمارات ال اللي في المحليه اللي تبغى تنظيم معين لاتفاقية شركة ما كانت ترتاح تدخل في انك بالطريقه اللي موجوده هنا فاضطرت وكثير لا زالت شركات عبد الله تروح ش سعودية المشكله عند البنك المركزي ولا الاستثمار عشان تعدل القصه دي ولا المشكله لا لا المشكله مش في في السعوديه المشكله المستثمرين العالميين ما يرتاحون يحطون فلوس الا اذا كان بتنظيم الانجليش لو يعني تنظيم معين وقضاء قضاء معين ما يسوونها طبعا الفري زونز او مناطق اللي يسمونها آه اللي تكون عاده المناطق الحره, إيه الحرة سووها في الامارات هذه تساعد لانك لو سويت منطقه حره تقدر تحط عليها نظام هذا الكلام مختلف اللي انت قلته قبل شوي مين المفروض يسمعه هي وزير وزير استثمار وزير الاستثمار بالتاكيد، وزير طبعا وزير الماليه, المالية آه هم الان قاعد يشتغلوا على موضوع المناطق الحره ان شاء الله تطلع قريب راح تساعد بشكل كبير لانه حتى الشركات السعوديه بعضها تطلع مناطق حره في المنطقه هنا مش حتى في العالم زميلي مصعب عنده راي يقول خلنا نسمعه له. وياك يلا اشتر الآن وادفع لاحقا قد يبدو مبدأ غريبا غير منطقي لكن هذا ما يحصل تقنية مالية انتشرت كالنار في الهشيم حول العالم ولسنا عنه بمعزل يروج لها أصحابها أنها تفيد المستهلك بتمكنه من الشراء وتفيد البائع بزيادة مبيعاته لكنها في الحقيقة تزيد من النمط الاستهلاكي وتعززه وتقتات على شراهة الأفراد في شراء ما لا يملكون ثمنه وفي المحصلة تثقل الاسر باعباء مالية غير ضرورية. على عهدة كيوساكي فالدين يورث كما هي الثروة. خربتوا الناس، إيه؟ شبان عندنا <applause> شبان عندنا من اول يقولون دين ولا تدين. ايه انتم انتم جرأتوا الناس على الدين. طيب اولا مصعب قال رايه. ايه اسمع رأيك انا, أنا, أي أنا بقول رايي الحين. رايك. لان انا اتوقع ان رايه فيه الى حد كبير آآ آآ يعني غير صحيح، انا اعلمك ليش. خلنا نرجع بالوقت ورا، اليوم الـ الـ الانسان لما كان يبي يشتري اي شيء في السعوديه كان يروح البقاله ولا يروح المغسله ولا يروح هذا ويستخدم الدفتر. الدفتر هذا كان وسيله رائعه يقضي الحاجه البسيطه اللي العميل يحتاجها وحتى لو كانت كماليه، كان ممكن والله بيحلق شعره ولا بياخذ له زياده اكل ولا هذا الدفتر وسيله لقضاء حوائج الناس. هل ممكن في انسان يستخدم بطريقه سيئه؟ نعم. لكن الدين بحد ذاته او اي منتج انت تقدمه للناس هو ليس بخير محض ولا بشر محض. هو وسيله اذا انت استخدمته بشكل جيد يعطيك مردود جيد. والسؤال المهم طبعا هنا نرجع مساله فلسفيه هل والله لو واحد يشتري شيء كمالي وياخذ دين يقدر يسدده؟ ويستمر بالتعايش معه هذا امر سلبي ولا ايجابي؟ هذا امر شخصي، انا ما اعتقد انه سلبي ولا ايجابي لا يعني. بس انتم عززتوا ثقافة آه الاستهلاك وجبتوا ثقافة جديدة اللي هي ادمان الدين، انه انا خلاص تعودت انه انا كل شوي أدين صار جزء من نمط السلوك حقي انه انا اتدين بدل ما اشتري كاش هذا نمط في العادات الاستهلاكية نمط غير محمود. و... وهذه الثقافة كثير من يعني المختصين والنفسيين وحقين الهندسة الاجتماعية قلقين من هذا النموذج على العادات الاجتماعية وحتى صغار أنتم قاعدين يعني حتى أنت يعني يعني حتى أنا لفت نظري أنه مين من عادتها سامة مثلا أنه البنك المركزي يجي يقول ممنوع أكثر من 18 معناته في ظاهرة أنه أقل من 18 قاعد يدينون من عندكم طبعا احنا ما عندنا ما نختبر اقل من 18 من يوم ما بدينا هذه نقطة يعني مرة مهمة للتوضيح كويس شوف انت السؤال المهم هل الاستهلاك بحد ذاته سيء؟ هذا سؤال فلسفي انا م. ما ما مؤهل اني انا اجاوبه، لكن هل تمارا تعزز من قدره العميل للشراء بشكل عام؟ اي، هل هو يشتري لشيء مفيد ولا شيء مضر؟ هذا مو بقرارنا احنا ولا قرار اي شركه تعمل على انها تعطي العميل دين، انت نرجع مثلا نعطي البنوك، اليوم النظام البنكي قائم على انه يعطي العملاء ديون هل البنك يعتبر قاعد يعطي العميل دين يأثر عليه سلبا بأنه يعطيه تمويل استهلاكي ولا يعطيه تمويل مختلف أنا أعتقد أن البنك مسؤول أنه يتأكد أن العميل يقدر يسدد بوقته وعنده القدرة المالية على السداد ويجعل الأمر بيد هذا الإنسان فكرة أني أنا أحاول أني أعطي الإنسان منتج وأتحكم طريقة استخدامه لا أنتم المستهلكين الضعفاء انهم يشترون اشياء لا يحتاجونها باموال لا يملكونها. لو كان هذا كلام صحيح عبد الله كان نسبه التعثر عندنا كبيره. احنا اليوم مراقبين من البنك المركزي والبنك المركزي تعرف بنك من احرص البنوك في العالم على موضوع اهليه العميل وقدرته على السداد والى اخره، تتوقع لو البنك المركزي شاف مشكله في قدره العميل على السداد وانه قاعد ياخذ مبالغ اكثر من اللي يقدر عليه بيقعد بيناظرني مو خليني لا انا انا وهذه نقطه مهمه هو الان التشريعات هذه هي تشريعات تجريبيه ولا تشريعات حاسمه لا هذه قواعد نهائية خرجت وقواعد نهائيه والسوق ضخم وقاعد يلمس عملاء بي بي بعدد شوف انا ادعي ان تمارا اليوم من اكثر العلامات حبا عند العملاء لان العميل انت بوجهه نظرك قاعد يشتري شيء مختلف لا صراحه شوف مختلف يعني انا, أنا عشان اكون امين معك من اكثر لما جتنا نسال عنكم يعني قلنا انه تمارة هي ال... 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 ضيفة الحلقه تمارا وبو خالدي بيكون معانا تعرف اكثر كلمه أ... وردت في لسان الناس فك ازمه <تصحيح> ترى مو بسهل فك ازمه هذا جانب ايجابي لكن ما تحس بحرج اخلاقي انه انت جرأت الناس على الدين ما تحس داخليا كذا ابو خالد انه انت عندي انا اقول لك لو كنت انا مم اعطي ديون للعملاء واضرهم في حياتهم واشوفها بالارقام مم اتفق معك انا انسان راعي ارقام ايه؟ تعال خلينا نتكلم بالارقام هل فعليا عميل تماره يدخل في ازمه ديون يضر حياته يضر مستقبله اقطع خدماته اسجنه اسوي له اي شيء لا والله حنا يا حليلنا احنا اذا تعثرت نقول لك الله يهديك سد التكفى <applause> ونرفعك على سمه <سماء> سمه <applause> بالعكس هذا اخر والمبالغ جدا بسيطه انا اعتقد انه علاقه الدين في السعوديه قاعده تتطور والعميل قاعد يعرف يتعامل معها <applause> فانت تختلف مع مع رأي مصحب انا جدا اختلف عن المصعب <applause> هو حط نهايه غير موفقه <applause> <applause> شركاء الليوان ارسلوا مجموعه من التغريدات ودي استعرض مجموعه منها وانت تعلق عليها بشكل سريع الشيء <applause> بندر الروقي يقول هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية عن طريق تمارا؟ وهل سيتم شراكة مع الإدارة العامة للمرور مستقبلا؟ والله يعطيه العافية بندر آه هي فكرة رائعة ولعل و... من منبرك أن أنا يعني كان موضوع المرور دائما إيه؟ هل ندخل ولا ما ندخل بس أعتقد حان الوقت اليوم تمارا هي وسيلة دفع موجودة في كل مكان وإن شاء الله نسهل على العالم سواء في المرور وغيرها. عندكم شيء جاهز مع المرور ولا توكم؟ لا الى الان ما عندنا تاريخ له لكن ان شاء الله يعني انتم تستجيب لهذا الطلب باذن الله باذن الله تماره بتكون وسيله دفع موجوده في كل مكان يكون فيه العميل باذن الله آه خلينا نشوف تغريده آه ثانيه هذه سمعناها حقت بندر، في واحد فيه شيء ثاني؟ لا هذا واضح انه انتم عندكم شيء اه ايش اقروا لي التغريدات اللي جت انا ما عندي اياها يقول لك بيت العمر ممكن نشوفه عن طريق تماره هذه واحده من التغريدات ان شاء الله زي ما قلت لك ابو ليان ايه النيه احنا بنقدم بنغير سوق التمويل بشكل عام والبنكي لأ لان س لان العميل السعودي يستاهل افضل بكل شيء سواء بيت العمر سياره العمر سفره العمر هذا هذا ال... هذا الهدف الاسمى ان شاء الله باذن الله. آه، اخر كلمه تبغى تقولها لعميل تمارا وعميل متردد انه يكون من عملاء تمارا. عميل تمارا اولا اقول له شكرا. أ, ثقتك في تمارا، تعاملك مع تمارا، سدادك بالوقت مع تمارا. <applause> هذا <بالزيئ دا تصفيق> هذا كله هذه كلها شكرا، شكرا شكرا شكرا. <applause> لان احنا ثقتكم فينا ثقتنا فيكم هي محور نجاحنا لان احنا نثق في عملائنا ونعاملهم على انهم رائعين وجيدين وقادرين على السداد واوعد العملاء تمارا ان راح نطور منتجات مختلفه تخدمهم اليوم في عمرهم وان شاء الله في مستقبلهم وعملاء غير تمارا لهم جربوا تمارا جرب واذا ما عجبك ارسل لي انا ابي اعرف ليش ما عجبك ابي اتعلم <applause> شكرا لك على هذا الحوار والشكر موصول لكم انتم وانقلوا عن الرئيس التنفيذي لشركه تمارا انه يقول تمارا ستصبح البنك الاول في السعوديه السلام عليكم